مشاهدينا نحييكم من جديد. كما نوهنا قبل الفاصل، تعالوا نتعامل مع هذه المشكلة بأفكار غير تقليدية، بخطوات أكثر حسما، ليست فوقية، يعني ما تنزلش على الناس بشكل فوقي، ولكن كمان احنا عانينا من تعالوا نقنع الناس. طب ما احنا بنقنع الناس منذ سنوات وفشلنا، ممكن يكون السبب فينا وممكن يكون السبب في انه هذه المفاهيم ما زالت مترسخة في اعماق الناس، بعضها مفاهيم دينية انه ما ينفعش ينظم النسل، فمهما جبت له فتاوى تتعلق بذلك لا يستجيب. ممكن يكون عنده مفاهيم اقتصادية، الأولاد هم الدعامة الاقتصادية للأسرة، عنده أسباب نفسية، العزوة النفسية، إنه الإخوات مع بعض أصلهم هيقفوا جنب بعض، هيحموا بعض، هيعملوا عائلات متكتلة تحميهم من أي توحش في هذا المجتمع، هكذا يتخيل بعض الآباء. مهما نقول لهم انه ده بيلتهم مستقبلك ومستقبل اولادك ومستقبل احفادك، مفيش فايدة. قد نكون فشلنا وممكن نكون نحتاج الى خطوات واجراءات اكثر حزما، وافكار من نوع انك تقنن بعض الخطوات، هي ليست عقابية للناس لانها بتنجب، ولكن هي تنظيمية من خلال حماية المجتمع، ما انا بحميه كمان في المستقبل. وقبل ما نناقش كل ده، ده مش معناها تعليق النجاح الاقتصادي على ده، لا، النجاح الاقتصادي يتطلب كمان انه يبقى في عندنا خطوات تانية متعلقة بالانتاج والتصدير والصناعة ومواجهة البطالة، لكن كمان دعونا لا نتجاهل ان في مشكلة كبيرة هي الزيادة السكانية. حنايش ده مع اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. سات لواء، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. واحنا لسه بنتكلم دلوقتي، انت حضرتك قلت لي احنا اعلنا يوم الاحد اللي فات ان احنا اصبحنا 90 مليون الساعه 10 بالليل. الساعه 10 بالليل. طب احنا دلوقتي الساعه 11 الا ربع، هفترض يعني نفس التوقيت اهو في يوم الاثنين، يعني بعد 8 ايام. تمام، 8 ايام. نعمل ايه؟ بقينا كام؟ احنا النهارده وانا قاعد مع حضرتك دلوقتي، ولو اي مواطن عنده سمارت فون ودخل على موقع الجهاز هيلاقي الساعه السكانيه اللي احنا حطيناها فوق الجهاز دي موجوده على موقع الجهاز نفسه. يعني يقدر اي مواطن في الجمهوريه يخش على موقع الجهاز اللي هو www.capmas Central Agency for Public Mobilization and Statistics، او يكتب حتى بالعربي الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، هيطلع الهوم بيج بتاعت الجهاز عليها الساعه السكانيه. احنا النهارده وانا قاعد مع حضرتك دلوقتي السكان 90,048,800. 48,800 دول في يعني احنا زدنا في اقل من 7 ايام. في اقل من 7 ايام بقينا 8، زدنا 48,800. لان احنا بنزيد في اليوم 5,900. 5,900 كل يوم، فرق مواليد عن وفيات، مش مواليد بس. يعني لو قلنا مواليد بس هيبقى اكتر، لكن احنا الرقم ده 5,900 ده الزيادة الطبيعية، اللي هو المواليد مطروح منهم الوفيات، يبقى هو ده الزيادة الطبيعية في مجتمعنا في اليوم 5,900. يعني ال 5,900 دول يومين مش معدلات الانجاب، معدلات الانجاب أكثر من ذلك، انما هي بخصم بشوف احنا الولادة كام واللي ماتوا كام، اللي ولدوا كام واللي ماتوا كام. ف 5,900 يوميا. تمام. فالحقيقه كويس الاخوان في الاعداد حاطين الرقم اهو. انا قلت 48,800 هي بالظبط 797، يعني انا غلطت في 3 بس. دي على طول الساعه دي هتشتغل قدام حضرتك، وده الان اذا كان عاملينها لايف، يعني احنا شغالين هنلاقي في ناس بتزيد دلوقتي. تمام. والمعدلات بتزيد. تمام. يعني دي بقى يا استاذ وائل اهم مشكله بيقابلها مجتمعنا النهارده. يعني كثير من استطلاعات الرأي تمت بجهات متعددة، كانوا بيسألوا المصريين انتوا ايه اللي بتعانوه من مشاكل، اللي يأتي في مقدمة رأي الناس الإرهاب وما يتعلق به من سلبيات
عشان احنا طبعا في بنتحسن في هذا الموضوع بشكل كبير، ولكن لازلنا في كل يوم حد بنفقد أبنائنا في القوات المسلحة أو في الشرطة، وشهداء وأسر بتترمل الزوجات ويتيتم الأولاد في، فده فعلا الناس شعرب كده. الناس أيضا كانت قالت برضو من ضمن المشاكل إن البطالة والتباطؤ الاقتصادي وهكذا، لكن ما حدش بيجيب سيرة السكان، وهي دي بقى في وجهة نظري أم المشاكل. ده جمال حمدان متكلم عليها في وصف مصر من أكتر من 50 سنة، وقايل في كتابه أن أكبر مشكلة في مصر هي المشكلة السكانية، الانفجار السكاني، النمو السريع للسكان برضو يعني. طيب احنا بنقول ده كتير يا ست لو من عايز النار، بس يبقى التفكير يكون التفكير مختلفا يعني. تمام. بنقول ده كتير، وحتى واحنا بنتكلم واحد بيقول لي ايه يعني اهو ما انا من البدرشين، في واحد عندنا، وانا عايز اشوف رسائلكم يا جماعه تجاوبكم معانا في هذه القضيه، انتوا عندكم استعداد مش هقعد بقى نستخدم المصطلحات التقليديه تحديد النسل او انك تتقبل هذه الافكار، انه يمكن للحكومه انها تاخد خطوات اجتماعيه متعلقه بانه في مثلا بعض الدول هتلاقي في خطوات الطفل الثالث، وعندنا يعني يمكن القيام الطفل الثالث مثلا هنا مش هيبقى له بطاقة تموينية، الطفل الثالث مش هيبقى يعني هتبقى فيه خطوات متعلقة بده، صحيح ده مش محتاج انه يبقى من فوق كده والحكومة تتخذ خطوات من هذا النوع، ما هو انت كمان ما ننفصلش على الناس، بس احنا بنقول ده كتير. واحدة بقول احنا عندنا واحدة اتجوز 9 مرات وعنده 26 ولد وبنت، ومهما تتكلموا مفيش فايده. هو احمد اهو معانا، هنحاول نشوف رسائلكم وهنقولها ونتلقى اتصالاتكم. يا استاذ احمد اهلا بيك. استاذ احمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا لسه اهو بنبدا الموضوع، فلقيتك بتقول لي انه واحد متجوز 9 وعنده 26 ولد وبنت، ده معقول؟ فعلا. تمام. ليه مفهوم زياده الانجاب عندكم ليه؟ والله مش عارف، بس هو في واحد عندنا فعلا في البدرشين عنده 26 عيل. 26 عيل. ده معقول جدا احنا في البدرشين على فكره. طيب ده نموذج يعني. طيب احمد بتوجه لك بالشكر. هنشوف ست لواء، قلنا نشوف نسال بعض العائلات. اتفضل. ونشوف الناس عشان يعني نشوف هنقنع الناس ازاي، قبل ما تقول لنا بعض الارقام المخيفه ونشوف توزيعاتهم في المحافظات، يعني مش حضرتك عاملين في المحافظات. تمام. طيب احنا عملنا يعني عندنا سلسله تحقيقات في، تعالوا اولا يعني نشوف المنيا. نشوف المنيا، يعني عندنا اسره مكونه من 12، يعني نشوف نسمع الناس لماذا تنجبون بشكل كبير. عدد الأولاد 8. تمام. والبنات 4. علمنا 5. تمام. تعليم كان ايه؟ تعلمهم كليات عالية، والبنات 2 متعلمين و2 لا. ليه ما فكرتيش في، انتي ما فكرتيش تقنعيه بفكرة تنظيم الأسرة؟ ده على روحه، قال يديك تنظيم سماوي، ان كنت هتاخد تنظيم يديك تنظيم سماوي. بعد ما جبت الشريط خدوا منه ولقح. تفتكر لو رجع بيك الزمن تاني هتكرري نفس اللي اتعمل ده، هتخليه في العدد ده تاني، ولا انت شايفة ان العيال دي فعلا كانت عزوة؟ لا كانت عزوة وبركة من عند ربنا. ده هو كان مبسوط بالعدد الكبير، يعني حاسس ان عزوة، عايز يعمل عيلة كبيرة. العيلة الكبيرة دي في الكرة تحس ان هي فخر، يعني في بيوت كتيرة عاملين اعداد كبيرة، فهو كل بيت بيفتخر انه عنده مثلا 10 15. لا هو كان بيفتخر جدا بكثرة الانجاب، وشاف انها مش عيب، وشاف ان دي يعتبر بركة، او دي يعني حاجة من عند ربنا، يعني ربنا انعم عليك بالخلفة، فشاف ان ديتي يعتبر حاجة ميزة مش عيب بالنسبة له. وكان عنده مثل شهير بيقوله
كل عيل برزقه. دي كان المثل اللي هو كان بيحب يقوله. يعني انا مقتنع بفكرة التنظيم، ان انا مثلا اجيب ولدين وربهم حلو احسن التربية واعلمهم معلم حلو احسن ما اجيب 10 ومبش متعلمين. يعني دلوقتي لو اتجوزتي هتكرري نفس العدد ده؟ لا طبعا. ده ليه بقى؟ واحد. ايه السبب؟ الزمن اتغير، يعني المصاريف والحياة كل حاجة اتغيرت. سيادة لواء، يعني شوف سمعنا هوت ان يعني هل انتوا عملتوا دراسات كمان عن ده تشوفوا المجتمع كيف يفكر؟ يعني الست بتقول كل الابحاث اللي عندنا بتثبت كلام اللي الاسر قالته في هذا التقرير، اللي هي الاولاد فخر وان كل ما العيله تكبر ده عزوه. بس خلينا ارد عليهم واقول لهم ان عندنا احنا من الاخر بحث دخل وانفاق عملناه في سنه 12 13 بيقول ان الاسر الفقيره في مصر، في الناس اللي عندهم 10 فأكثر، في منهم 67% تحت خط الفقر. 67% من اللي عندهم 10 فأكثر، الأسر اللي حجم الأسرة 10 فأكثر دول، منهم 67% من الأسر العشرة دول تحت خط الفقر. قارن بقى باللي 3، الأسر اللي عندها 3، 7% ما كملوش 1%. ما هم 7 من 10 بس اللي تحت الخط الفقر، اللي الأسر أقل أو 3 فأقل. فدي يعني ده حاجات وقائع وإثباتات وحاجات حقائق تحت إيدينا. يعني إنك أنت، وبعدين شوف يعني الست قال، الراجل قال لك ربنا إداله نعمة الخلفة، فليه ما يستغلهاش؟ والحقيقة هنا طبعا يعني النعمة ازاي ممكن تتحول الى نقمة والى ازمة والى كارثة لو انت استخدمتها استخداما سيئا؟ يعني القانون عالمي يا استاذ وائل، ان كل ما الناس ازدادت فقرا تبقى هم دول اللي بيزدادوا انجابا. يعني اكثر الناس انتاجا للاولاد هم افقر الناس، لان الفقير بيعتبر ابنه دخل، ما بيعتبرهوش انفاق. انت حضرتك لما بتيجي في بداية جوازك بتحسب حسابك، اللي هتجيبه ده هتوديه فين وهتعلمه ازاي وهينام فين في البيت. لكن الناس اللي هم البسطاء الفقراء ده ما بيتكلفش حاجة خالص لابنه. يعني الست بتولد بترضع الولد، وبعدين الولد يبقى 5 سنين دخل المدرسة، تخرجته في سنة 6 ولا قبل كده حتى يشتغل ويجيب دخل للأسرة. فكل ما الناس الدخل يزيد، يعني أعداد الأولاد تزيد، يبقى دخل الأسرة يزيد. دي المفاهيم اللي عند الناس دي، والناس دي محتاجة توعية، والناس دي محتاجة اتصال مباشر. يعني لازم احنا برضو أقول لك أرقام محددة، احنا عندنا الصعيد، محافظات الصعيد فيها 25% من السكان. الصعيد 25، يعني ربع الصعيد. سكان مصر في الصعيد، لكن بيجيبوا لنا 40% من المواليد. ليه؟ لان هم المحافظات الاكثر فقرا او الاقل دخلا. يعني محافظات الصعيد كلها بتدوق، اذا كان مصر النهارده نسبه الفقر في مصر 26.3 في بحث 12 13، فالصعيد بس ده رقم اجمالي جمهوريه، لكن محافظات الصعيد كلها حول 50%، في محافظه فيهم 61% من نسبه الفقر. ليه؟ لان هم دول السكان اللي عمالين ما عندهمش الوعي الكافي، ما حدش وصل لغايه عندهم. برضو الاعلام والاستراتيجيه كامله من الدوله، وكلنا نعترف، انا بقول اول خطوه في حل هذه المشكله ان المجتمع كله يحس ان عنده مشكله، ان احنا عندنا مشكله فعلا. المعدلات النمو السكاني دي كنت لسه بقول لحضرتك قبل الهوا، علشان تحافظ على مستوى معيشه مجتمع لازم نمو الاقتصادي يكون قد نمو السكاني 3 مرات على الاقل، 3 مرات على الاقل، عشان بس تحافظ على مستويات المعيشه، مش ترفع مستوى المعيشه. وبنقول على الاقل، فاحنا لما كنا 4 سنوات بعد ثوره يناير كنا بننمو باقل من 2% ونمونا السكاني 2.5. لما نحط الحقائق دي قدام حضرتك يبقى احنا رايحين الى كارثه، احنا رايحين لتدهور احوال المعيشه بتاعت مجتمعنا. مهما عملنا من نمو ولا مشروعات كل ده هيلتهم، كل الزياده دي هتلتهم. احنا بقول لك لسه قدامنا في اسبوع 48,000 في اسبوع،
48,000 دي يعني يعني انت يعني احنا الناس كانت لك اصبحنا 90 مليون، لا ما اصبحناش 90 مليون، 90 مليون و50 الف اهو داخلين في اسبوع، في اسبوع يعني وبعد اسبوع تاني 90 مليون و100 الف في نفس الوقت، وبعد شويه هتبقى 91 مليون يعني في نفس الوقت. يا استاذ وائل بنقول ان السكان دول هم اهم مورد لاي دوله، يعني اذا كان عندك ناشونال ريسورسز او موارد وطنيه، بترول ولا زراعه ولا صناعه، كل الموارد دي اهم حاجه فيهم السكان، والسكان دول كتير من العالم يحسدنا على العدد اللي عندنا، ويحسدنا كمان على توزيعهم العمري، لان احنا عندنا مجتمع فتي، مجتمع شاب، الاقل من 40 سنه يا استاذ وائل 75% من المجتمع اقل من 40 سنه. طيب أسامة طبعا بيقول أحكام الدين هي سبب الانفجار السكاني، هنناقش ده يعني بعد قليل، بس طبعا يعني المناقشات لأن مهما قلنا يعني الفتاوى الدينية كثيرة. أستاذ أسامة ما سمعش فضيلة الإمام الأكبر وفي اجتماع كان مع السيد الرئيس، وهم في اجتماع والرئيس سأله شخصيا يا فضيلة الإمام هو الكلام ده حلال ولا حرام؟ كلنا سمعنا فضيلة الإمام بيقول حلال وحلال وحلال ثلاث مرات، وكان على الهواء وفي التلفزيون وكلنا سمعنا. اذا الدين بتاعنا دين اسبقيات او يعني حاجات اهم من حاجات، فالدين لو احنا النمو السكاني دون بالشكل ده يعني احنا في 51 زادوا، واحنا ما كل دي اربعه، واحنا بقالنا بس كل دي اربعه واحنا بقالنا مثلا دلوقتي 12 دقيقه مع بعض، فيبقى 48 50 واحد زادوا. طيب يعني زي ما حضرتك بتقول، بس في حد او يطلع يقول لك دي ثروة بشرية المهم تعرف تستفيد منها. ده انا معاه في الكلام ده تماما، بس امتى؟ لما يكون معايا فلوس وامكانيات كل الزيادة السكانية دي اقدر اقدم لها رعاية صحية، اقدر في لما يجي عند سن الست سنين يلاقي مكان في فصل في كثافة مناسبة، كل دي عايزة امكانيات، وهي زي ما كنت بقول دايما معادلة من طرفين، السكان في ناحية والإمكانيات الاقتصادية في ناحية تانية. الاقتصاد بتاعنا الحمد لله احنا دلوقتي سيبنا 2% دي نمو اقتصادي وبقينا 4 وعدينا كمان 4%، بس لسه ما بقيناش 8. فال 4% دول الموارد المتوفرة عشان تخلي ال 4 8 يا استاذ وائل عايز مليارات، مئات المليارات استثمارات عشان تعمل فرص عمل والناس تشتغل ويجي لها دخل وهكذا. لكن احنا ما عندناش الامكانيات دي، وعايز وقت كمان، يعني استثمارات كبيره ووقت. الطرف الثاني اللي في المعادله هما عدد السكان. وبعدين طيب. السياسه السكانيه دي يا استاذ وائل ما هياش سياسه ثابته، وانا اضرب مثل بايران. ايران ايام الحرب العراقيه الايرانيه كانوا بيقولوا يا سكان خلفوا ويشجعوا النسل والتنظيم على اعتبار الناس بتموت في الجبهه يعني. اول ما جه الامام الخميني قال توحيد الناس، بل عقموا الرجالة، يعني أباحوا كمان تحكيم الرجال في إيران، ودنتها ماشية حبة كتار كده. ثم بعدين من 3 سنين بس الآيات الله اللي عندهم والمسؤولين عندهم بدوا يقولوا للناس، شجعوا الناس لتاني. ليه؟ إن دي السياسة السكانية سياسة ديناميكية. فإحنا بنقول النهاردة لو ربنا كرمنا وبقينا بننمو بسبعة وثمانية وعشرة ونتمنى هذا، ساعتها هنوقف ونقول يا جماعة الموارد عندنا كفاية، والسكان كل ما جم كل ما احنا كترناهم، بس هتطلعهم مهندس ودكتور وعامل ماهر اذا ما لقيتلهمش فرص عمل في المجتمع. طيب عندنا طيب عندي واحنا بنتكلم اقول لو سمحت عايز اكلمكم، انا معايا 5 عيال قيصري قيصري يعني جابتهم ولادك قيصريا، نتصل بيها نشوف تفكيرها. كمان انا عبد حليم بعمل في الجمعيه المصريه لتنظيم الاسره بالشرقيه، نجيبه. وعندي يعني اتصالات من ناس، انا من اسوان وعندي 20 عيل ولسه لسه يعني احنا اهو ما هو يعني مهما هنتكلم يعني. هل انت متخيل ان العشرين عيل اللي عند واحد في اسوان لقيلهم مكان مناسب يناموا فيه؟ بلاش تعليم ولا صحه. طب يعني هاتولنا يا جماعة، أنا من أسوان عندي نحاول نتفاعل مع الناس كده، وقبل ما نشوف مداخلاتهم ده نموذج تاني في وادي النطرون ازاي بيعتمدوا اقتصاديا على الأولاد. كل ما هيقول لك أنا كل بيشتغل. ابن عندي بيشتغل بيتولى مهمة بيشتغلوا ويجيبوا دخل للأسرة فبيكتروهم عشان كده. طيب نشوف هذا التأخير. We'll be right back.
عندك قد ايه من الابناء؟ عندي 8. ما شاء الله 8. طب وانت ايه فكرتك انك انت تنجب 8 ابناء؟ والله دي اسره وعشان يكبوا عزوه لبعضيهم ويكبوا مع بعضيهم. طب انت ليه ما حاولتش انك انت تنجب اقل من كده او تحدد الناس؟ والله هي تقاليدنا كده ان امي مثلا يكبوا العيال بقول لك لازم يكبوا عزوه لازم يكبوا اسره وكده عشان هم بعد كده يسرحوا في الغنم وزي كده يعني. عرفت ان دلوقتي اصبحنا 90 مليون نسمه كمصريين؟ اه طبعا عرفتها. انت مش ناوي تحدد الناس اللي بقى تقف عند كده ولا انت لسه ممكن انك انت تنجب؟ خلاص كده ما احنا ما بعد كده احنا في الاول كان ما فيش تعليم انت عارف واحنا جهال يعني فيش مدارس كانت العمليه ماشيه بالبركه كده. هل الثمان ابناء لا يمثلوا عبئا كبيرا عليك في الانفاق والمصاريف والرعايه الصحيه والاجتماعيه والتغذيه؟ مثلوش لان احنا عندنا الغنم وعيشتنا يعني مقدوره على الغنم والمعيز والجمال ويعني ومشين على قد ظروفنا. عندك قد ايه اولاد؟ 8. 8 ما شاء الله. رمضان انت كده احفادك دول الاطفال دول احفادك؟ لا دول احفادي. دول احفادك؟ اه. طيب انت ايه كانت فكرتك انك انت تخلف 8 ابناء؟ هم كلهم صبيان ولا في؟ لا كلهم رجاله. لا البنات 3. انتوا 11؟ 11 ما شاء الله. يعني انت عندك 11 من الابناء 11 كلهم متجوزين؟ لا في 2 معلش اتجوزوا لكن كلهم متزوجين. طب وانا عايز اعرف انت ليه خلفت العدد الكبير ده انك انت تخلف يعني انت 11 ابن؟ العرب كلهم كده في 20 عندي. ايه معتقداتكم في ده يعني؟ ايه المعتقد عندكم ان كنتوا تخلفوا؟ هم على الله هم يهانوا على الله. بس احنا اصبحنا 90 مليون نسمه. مصريين اصبحوا 90 مليون. 100 مليون ده كتير جدا يعني عبء كبير. ارجوهم على الله. ازاي ربيت الابناء ال 11 دول ربيتهم فين؟ على الله. انا فاهم كنت بتعمل في ايه او بتشتغل ايه نشتغل شويه غنم وشويه معيز وشويه شمال فينا في المنطقه اللي احنا واقفين في الارض نبيعوا منهم ونصرفوا منهم نبيعوا منهم في السوق ونصرفوا منهم. انت عندك 11 من الابناء وعندك قد ايه من الاحفاد؟ في الدول 47. لا ما لعبوش. كام يعني؟ لا يجي 20 مثلا. 20 ده عندك ابن واحد بس عنده 8. لا في اللي جايب واحد واللي فيش ما جايب حد واللي فيه في اللي خلف ولد واحد واللي ما خلفش حاجة. ايه فكرة العزوة عندكم ان كنتوا تخلفوا كتير؟ ولا ده حاجة من عند ربك يعني. الخلفة ده حاجة بتاعت الله ما بتتحددش لا ولد ولا عشرة ولا زايد ولا ناقص. طب ايه السبب يعني؟ فيش تحديد. ما هو لازم يكون في سبب. والله ما في سبب. اللي بيديه ربنا خلاص. اداك 5 اداك 1 اداك ما اداكش عادي. ما تحاولوش انك انتوا تعملوا تحديد ناس شويه عشان خاطر الاقتصاد بتاعكم انتوا حتى عشان تقدروا تنفقوا على ابنائكم وتربوهم وتعلموهم وتعالجوهم؟ والله ما هو الوضع عندنا ماشي كده. انتوا ابناء القبيله اللي هو هيتزوج حديثا مش هتقدموا له النصيحه ان هو يحاول يحد من النسل شويه؟ لا ده ما نقدرش. تقدرش؟ ما اقدرش يعني نحدد لك ولا نقول لحدد ولا حاجه بتاعت ربنا بقى ده حاجه اللي جبر ربنا ده ما فيش يعني تحديد خالص. احنا هنا في وادي النطرون، في وادي النطرون هنا ما سمعتوش عن تحديد النسل؟ سمعنا بس زي ما تقول احنا قله العلم وقله التقدم وقله والصحراء فطبعا ما عندناش حتى يعني عشان خاطر نوصل ننظم ونروح ونيجي ونمشي مسافات احنا عايشين في صحراء طبعا زي ما انت عارف. فبالنسبه للتنظيم الاسره يعني احنا بالنسبه لاولين كان عندنا تقاليد ما فيش الكلام ده خالص، عيب عشان اقول لك انظم النصره عشان ما نعرفش نتكلم عشان ما نعملش شيء، واخر النهايه فرض وبقول لك انا نجيب 3-4 اولاد، واحد يشتغل وواحد يروح مع الغنم وواحد يدور المكنه وواحد يروح مع المعيز وواحد يروح مع شويه الجمال عشان يبقوا 2. ده عايز سيادتك واحد موظف سليم يروح بالعربيه ويجي ما عنده شغلان، لكن انا راجل كان اعمل عندي شويه غنم وشويه معيز وعندي شويه فرض فلازم مضطر ان نجيب 3-4 علشان كل واحد يمسك له ايه؟ شغلانه يمشي بيها. انما انت المولى بتقول عليه تنظيم احنا بنسمعه عنه بس ده عايز ناس ايه يعني
متظبطه مع نفسها. من ناحيه المصاريف والرعايه الطبيه والاجتماعيه والتعليم مش عبء عليك كتير؟ ما هو سيادتك انت لما تجيب مثلا معاك يقبل 3 4 7 8 سليمه معاهم مثلا في اربعه كويسين يسعوا ويجيبوا، وفي 3 4 صغيرين ماشي، ما هو الكبار يسعوا وانا بنسعى وده بيسعى وكلنا بنوصل بعض يعني. فالحمد لله يعني العمليه ماشيه برضه. طيب قبل ما نشوف تقرير تاني ست لواء، المجتمعات القبليه دي يا استاذ وائل عندنا مطروح معدل النمو في مطروح، احنا المتوسط الجمهوريه 2.55 مطروح 3.5 3.5% النمو مرتفع مرتفع جدا، لان المجتمعات القبليه هي دي مفاهيمهم وهي دي افكارهم. طب انتوا وفقا توزيع الزياده السكانيه في المحافظات عشان الناس تبقى عارفه ازاي، يعني 90 مليون لو حبيت احددهم محافظات محددينهم؟ اكبر محافظه طبعا، وعلى موقع الجهاز تخش على الهوم بيج هتلاقي كل محافظه زي ما الرقم اجمالي الجمهوريه، لكن كل محافظه موجوده على الهوم بيج بتاعت اكبر محافظه. اكبر محافظه القاهره حوالي 10 مليون 9 وشويه، تليها على طول الجيزه، تليها الشرقيه، تليها الدقهليه، تليها البحيره، تليها المنيا. طيب بس كمان العاصمه البحيره اسف الزقازيق الشرقيه والدقهليه كل واحد 6 مليون المحافظه 6 مليون الشرقيه و6 مليون في الدقهليه. 6 زادوا 100 زادوا 100 من بدايه اللقاء. ايوه يعني من بدايه اللقاء بس واحنا بنتكلم زدنا 100. ده موضوع عايز مواجهه وعايز المجتمع زي ما قلنا كل حد احنا نعترف ان عندنا مشكله عشان كلنا نسعى في الحل. الاسر اللي احنا شفناها وبتتكلم في التقرير هنا دول عندهم مفاهيم دينيه واقتصاديه، يعني بقول لك الخلفه بيشتغلوا دي جايه من عند ربنا بتاعت ربنا، ما تقوليش دول بقى عايزين اتنين بيقول لك انا واد بحطه على المكنه وواد مع الغنم مع الغنم وواد يعني هو محدد يعني العيال المهام موزع المهام موزع المهام. هل دي طفوله خدوا حقهم الطفوله دي؟ ده طفوله الولد عنده 3 سنين وشفناه شايل او ماشي مع المعيز وحاجات كده، فدي لازم حق. فين حق الطفل ده؟ الطفل بيشتغل في الغيط وبيشتغل على المكنه وبيشتغل في جمع المحاصيل والكلام ده كله. دول بقى عايزين حد من اللي بيأثر فيهم عشان يقدروا يستجيبوا. نشوف مين في القبائل دي، هم طبعا عندهم عادات وعندهم تقاليد والمشايخ بتاعتهم كلمتهم مسموعه جدا عند هذه القبائل، فاحنا نستهدف هذا المجتمع. لكن انا بصدق لكن انت ضد اجراءات فوقيه من عند تقوم بها الدوله؟ اقول يعني لحضرتك حاجه بس مهمه، لو قعدت تعمل اللي حضرتك بتقوله ده ما احنا بنعمله من زمان. يعني في دول كثيره خدت قوانين زي الصين كده لما جت في السبعينات وقالت الطفل الواحد، الدوله هترعى الطفل الواحد. على فكره هم الشهر ده بس من سنه يعني شهر 11 اخر شهر 11 الصين غيرت السياسه علشان لقوا انه المجتمع شيخ متوسط، وبعدين لقوا في تاثيرات نفسيه انه في اخ ملوش ابن ملوش اخ وبتاع، فبداوا غيروا بقيود. قال الاسره اللي مسموح لها باثنين، اللي الاب والام جايين من اسر احاديه كله، اللي يعني الاب جاي من اسره ما عندوش غيرهم، ابوه وامه ما عندوش غيرهم، الجد يعني والجده ما عندوش غيرهم. والناحيه الثانيه برضه الام لازم تكون جايه من اسره احاديه عشان لو فتحوها دول 1.4 مليار. تعتقد الصين ما كانش ممكن تنهض اقتصاديا بدون تحديد الاسره بفرد واحد بطفل واحد؟ لا يمكن كانوا حققوا هذا النجاح ابدا الا بان هم تحكموا في الصين. طيب هل مجتمعنا ممكن يتقبل لو انا قلت له انه يعني حدودك 2 أو 3 ولا طبعا هنلاقي سهام الانتقادات توجه الينا من كل حدا وصوب؟ لازم نبدا بحوافز ايجابيه، بلاش السلبيه دي اللي احنا نحط قيود ونعمل. نبدا بحوافز ايجابيه زي ايه؟ يعني الاسر اللي هتحتفظ باولاد، مؤكد الاخ اللي كان في وادي النطرون دون نص ولاده طبعا او يمكن ثلاث ارباعهم ما راحوش المدرسه ولا هيروحوا المدرسه، فاحنا هو بيستخدمهم ادوات اقتصاديه. احنا بقى عايزين نشجعه ان يودي يعني ولاده المدرسه. نحط مثلا الاسر اللي هتحتفظ باولادها في التعليم هندي على كل فرد مثلا كده، وده حاصل على فكره دلوقتي بعض منظمات المجتمع المدني، وزاره التضامن بتعمل حاجه شبه كده، يعني اللي يحتفظ الام او الاسره اللي تحتفظ باولادها في المدارس، اذا كنت انتوا هتخرجوهم من المدرسه عشان يجيبوا لكم دخل، احنا هندي على كل طفل مثلا بحد اقصى مثلا 3
مبلغ معين يعوضوهم عن الشغل اللي كانوا ولادهم ممكن ايه يشتغلوه. والولاد دول لما هيخشوا في التعليم خصائصهم هتختلف، لان احنا عندنا الخصائص متدنية في نسبة كبيرة جدا. لكن مش هتقدر تحدد الأسرة عدد أفرادها كام، ما تقدرش تعمل زي الصين يعني. طبعا مش هتعمل واحد طفل واحد يعني زي الصين. عندنا مجتمع يعني له صفات معينة، وما اعتقدش أبدا ان احنا نقدر نعمل الكلام ده، وأرجو ان ما يجيش علينا الوقت اللي نعمله مجبرين يعني. لا هو بده هيجي عليك الوقت بعد 50 سنة، بعد 60 سنة، بعد 100 سنة، يعني سوف يأتي هذا الزمان اللي لن يجد أي مسؤول حلا سوى ده. الأسرة طفلين أو ثلاثة أو طفل يعني. احنا في الجهاز يا أستاذ وائل، لما هو ليه احنا اهتمينا بان احنا نوري المجتمع كله حكاية التسعين مليون دي؟ يعني ده دور الجهاز. دور الجهاز ان هو يوضح الحقائق بالأرقام، والظواهر السلبية دي نبرزها بالأرقام. واحنا لما حطينا الساعة فوق الجهاز في صلاح سالم ما كناش حاطينها عشان الناس تعرف العدد كام، عشان يعرفوا معدل الزياده. انك لو انت بس حتى وانت ماشي قدام الجهاز كده الدقيقتين دول شفتوا زدنا شفت كام ده كده. ايوه هو ده الغرض. انت قلت لحضرتك في الدقيقه بنزيد أربعة كل دقيقه، وفي الساعه 244 طيب، وفي اليوم 590، وفي اليوم 590 5900 زياده دي كمان. 5900 في اليوم. ايوه 5000. احنا زدنا المليون الاخير من 89 الى 90. كان قبل كده بنكمل المليون في 6 شهور وشويه. المره دي احنا مكملين المليون في 6 شهور الا 13 يوم. يعني في مليون كل 6 شهور بنقفز مليون. احنا الزياده الطبيعيه في سنه 2014 اللي هي فرق مواليد ووفيات، عندنا المواليد في 2014 2,700,000 مولود، وعندنا 500,000 متوفي، يبقى عندنا 2,200,000 زيادة طبيعية في سنة 2014. سنة 2015 مش أحسن كتير. الأشهر لما بقارنها بالأشهر اللي زيها في سنة 2014 ما تحسناش ولا حاجة. فده لابد إن احنا وقفة. طيب هنسمعنا مين قبل ما نشوف التحقيق اللي جاي من اسكندرية؟ مع أستاذة سماح من عين شمس. أستاذة سماح أهلا بيكي. اهلا بك يا استاذ وائل. استاذ سماح انت اللي بعت لنا قلت لنا انا خلفت خمسة قيصري. ده انهاك للجسد. واخر ولاده من شهرين. اخر ولاده من شهرين. جوزها بيشتغل. حتى انا قلت لهم اعملوا لي ربط مبايض ما رضيوش. قالوا لي لا عشان انت عندك 27 سنه ولو حبلتي تاني هتموتي. طب انا اعمل ايه؟ و 27 سنه؟ متجوزه وانا عندي 16 سنه. وانتي تعملي ايه؟ طيب ما تمكنتيش من اقناع زوجك انه تعالى نتوقف عن الانجاب؟ ما فيش راجل شرقي ممكن ياخد وسيله. يعني انا جربت جميع الوسائل ما فيش وسيله نافعه معايا. يعني انا ركبت اللولب حبلت عليه خارج الرحم وبره الرحم. لا يعني انت ما عندكيش مشكله في تحديد النسل؟ لا انا كنت الحمد لله انا محمدة ربنا ان كان معايا ثلاثة. انا حبلت بعد كده جبت ولد جبت اربعة بعد كده حبلت خمسة. يعني انا هعمل ايه تاني؟ يعني انا كذا مرة اخد وسيلة حمل احمل يعني عليها. وسائل ايقاف الانجاب معقولة اللي بتنجح مع كل الناس ليه ما بتنجحش معاك يا استاذة سماح؟ كنت بنزف عليها كل مرة اقسم بالله العظيم. انا غير ما انا عاملة 2 فقر. كانت بتعمل ده في وزاره الصحه ولا في عيادتها الخاصه؟ بتعملي ده في وزاره الصحه ولا في وحدات؟ الصحة عندنا في عين شمس وحده فين؟ الصحه. كنت باخد الابر اللي هي كل 3 شهور في وحده الصحه عندنا في عين شمس. طب احنا عموما نشوف دي مساله طبيه نشوف فيها. بس انت واصله الى قناعه اصل 5 قيصري ده في تحطيم للجسد وانهاك للجسد. انت بتقولي الدكاتره قالوا لك لو سادس هتموتي. طب انا هعمل ايه؟ والله العظيم انا الدكتور قال لي لو حبلتي تاني انت هتموتي. قلت له طب اربط لي الموبايل. قال لي لا حرام. طب ما هو حرام يعني تسيبوني انا اموت؟ قال لك حرام. قال لي حرام. هتلاقي بعض ال قلت له هتجيب تاني ايه؟ انا معايا الحمد لله بنتين. حرام ازاي يعني؟ احنا نشوف يا جماعه حد من المشايخ نساله كمان، لانه كمان مهما قلنا للناس احنا عندنا الامام الاكبر. هنجيب مشايخ اكتر من كده ايه؟
ده مصر كلها شافت فضيلة الإمام وهو بيقول حلال حلال حلال. لا حرام كمان يعني. هي بتقول له الدكتور يمكن مش عايز يشتغل، يمكن مش عايز يشتغل عشان هي لو قالت له إن أنا وضع المادي إيه وجوزي بيشتغل إيه والولاد دول هوديهم فين، كان يمكن الدكتور تعاطف معها أكتر من كده شوية، وهي تسيب الدكتور ده وتشوف دكتور تاني. لأن يعني لازم ما نرميش العبء على العوامل الخارجية، لازم كل واحد من جواه يبقى مقتنع إن هو لابد إن هو يتوقف ويكتفي بما عنده وينفذ. زوج حضرتك بيشتغل إيه يا مدام سماح؟ موظف ميكانيكي. ده موظف كمان، يعني أنتوا دخلكوا الاجتماعي دخلكوا. والله العظيم يا أستاذ وائل إحنا عايشين في شقة ب 450 جنيه بار، أقسم بالله العظيم، غير مية وغير نور. قلت له حرام، واقسم بالله العظيم انا ما عايز عيال تاني، انا الحمد لله معايا بنتين ومعايا ثلاث صبيان، هجيب ايه تاني؟ قال لي لا حرام ربط الموبايل يا ماما. خلاص كده قلت له ابوس ايدك يا دكتور بالله عليك، انا عايز اخد وسيله، ما فيش وسيله تنفع معايا، اربط لي الموبايل. قالوا لي لا حرام. مش عارف انا هي الطبيب يعني في رغبه ده، انت حتى يعني ده هو عارف انه صحيا حتى انت هتموتي يعني، لكن هو امال يعني قالها لي بقه يا استاذ وائل، قال لي انت لو حبلت تاني انت هتموتي. قلت له طب يعني هو اللي حرام ان انا موتك ولا ان انا اوقف هذا النزيف الدائم؟ يا استاذ وائل انا من قيمه شهرين انا اسيب نفسي تاني احبل تاني واموت؟ انا قلت له انا مش عايز عيال، انا الحمد لله راضيه بعيشي والحمد لله. سماح ربنا يخلي لك اولادك، لكن كمان يعني علينا نتامل في الموقف. يعني زوجك موظف بسيط وخمس اطفال، حتى خمس ابناء خلاص، يعني دول يعني انت خلفتيهم وربنا يخليهم لك، لكن طبعا هم كتير زياده، واذا استمر الوضع فبيهدد حياتك كمان، مش بيهدد بقى مستقبلكم المعيشي، لا بيهدد حياتك الصحيه. هنحاول نسال يا سماح، خليكي معانا، وهاخد استاذ احمد. استاذ احمد اهلا بيك. استاذ احمد، استاذ محمد من اسيوط. استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ محمد اتفضل. ازيك يا قلبي؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك. احنا عندنا، انا بعت لك على الشخصيه، عندنا يعني من الكلام ده من 15 سنه كان متجوز 12 مره، معاه 42 عيل. 42 عيل. فيعني عندنا بالذات في الصعيد بالنسبه للانجاب ده ما فيش توعيه، ما فيش يعني رقابه على المؤسسات اللي هي المفروض تنشر الوعي عن الحاجات دي. لا، هي المسألة تجاوزت بقى حدود الوعي ونشر الوعي، لأنه يعني من الواضح إن احنا محتاجين أفكار غير تقليدية. نحاول نشرك المشاهدين معانا كمان العاديين اللي عنده أي أفكار تتعلق بهذه القضية، هنكون معاكم. بتوجه لك بالشكر. تعالوا نشوف أيضا ده النماذج دي في الإسكندرية. جبت 18 عيل طبعا لوحدي، وانا كان معايا اتنين 8 اجهاض وعيل عند ربنا ومعايا 9. الفكره ان كان جوزي ده ما بيخلفش قبل كده، وطبعا كانت اسره اهله صغيره، وقالوا لي طبعا احنا بنحب العيال، وكانش في على ايامي لا تحديد ولا في اي حاجه، وربنا قواني وجبت العيال. انا كنت بولد العيل وانا بحلب وانا بجمع قطن وانا بشتري الرز، كنت اولد العيل. الولد قاعد ورايا ده، هو والله انا حلبت البهيمه ووليدته قدام باب الزريب، والله العظيم انا ولا يعني كنت كان فلاحين عندنا ما فيش، نيجي من الغيط مهدود حنا نولد، ولا كنت بقطع العيل بنفسي انا والحاج ده ونربط السره بتاع العيل، وعادي عادي خالص. مفيش دايق جنبي، مش نادر بس 5 عيال. والله عادي، وربنا يقويني والحمد لله. وقبل السبوع كنت اطلع اشتغل عادي واعمل عادي كل سنه. ايه واحمد، واحد جاي في اول السنه واحد جاي في اخر السنه. فحمايه لما جيت اقول له انا حدد يابا، قال لي لا
احنا عايزين عزوة حلوة وهم كانوا اخين ومفيش ولا اختين حماي وعماتي يعني اخوات حماي. وقال لي لا يا بنتي احنا عايزين عزوة وعايزين كده وعيلة عزب شوية صغيرين، احنا عايزين عيال كتير خلاص. انا عندي 9 عيال، 6 صبيان و3 بنات، يعني العزوة بس ما فيش دخل. لا ولا واحد متعلم، ما انا كنت شغال دراعي. احنا اساسنا بنحب الخلفة، مش لو رجعت شباب هجيب 12 مش 9. عندي 8، جوز 3، زوجة 4، حلو، والزوجة التانية 2، والتالتة 2. مشاكل، بنشتغل بالأجرة وهي مش عاوزة ان انا اشتغل بالأجرة، هي مش عاوزة اشتغل بالأجرة، عاوزة ابقى متوظف ولابس بدلة كده. ادي السبب ان انا اتجوزت. طيب سيادة اللواء، هو نفس المفاهيم، احنا في عالم والناس في عالم تاني. والمجتمع مش هيتحمل، يعني هنضطر في يوم من الايام نتخذ خطوات، لكن متى نتخذها؟ احنا الحقيقة الدولة كلها لازم تعمل في هذا الاطار، الحكومة ووزارة الصحة والتوعية، كل الوزارات المعنية، وزارة الأوقاف معنية، وزارة الشباب معنية، وزارة التربية والتعليم معنية، مجلس قومي للسكان معني، وزارة الصحة طبعا تيجي في مقدمة لتوفير الخدمات علشان ما يحصلش اللي حصل للأخت اللي كانت بتتكلم من شوية وإنها الوسائل مش نافعة معاها، الوحدات اللي هي في الحتة المتطرفة اللي هي بتجيب لنا أكتر أولاد، لازم الوحدات بتاعت وزارة الصحة تكون عندها قدرة على إنها تقدم خدمة في الأماكن دي، وتبقى عندها حوافز للدكاترة عشان يقدروا يروحوا الحتت دي، لأن الحتت دي هي اللي جايب لنا المشاكل. كل ما الناس افتقرت كل ما جابت أولاد أكتر، زي ما حضرتك شايف كده. النهارده لو رحت مثلا أحياء راقية في القاهرة هتلاقي الأسر فيها 2 و3 بالكتير، لكن هم الناس دي اللي بيجيبوا لنا الكلام ده. فإحنا المجتمع، الحكومة على قدر الامكانيات المتاحه، لكن مجتمع الاعمال برضو، رجال الاعمال والاعمال اللي هم بيعملوها خدمه مجتمع، لازم يركزوا جهودهم في هذا المجال. واهم حاجه بقى منظمات المجتمع المدني اللي هي موجوده منتشره في كل الجمهوريه، ووصلت لعدة يمكن 50,000 جمعيه. في احصائياتكم المتعلقه بالزياده السكانيه حاجه تانية يعني نبهتوا منها فيما يتعلق بتاثيرات ده؟ البيانات عندنا تفصيلية لكل، يعني احنا كل الجمهورية بالمحافظات بالأقسام والمراكز بالشيخات والقرى، البيانات بحيث ده يعني يبقى أمام المسؤولين لو هو عاوز يشوف المحافظة الأكثر إنجابا، كل خصائص ومعدلات السكان زيادة سكانية فيشوف يعمل فيها إيه، وكمان الفئات السن بتاعت كل الأسر اللي موجودة عندنا، نعرف فين الأسر اللي هي زي كده. أنا اللي كنت بكلم حضرتك فيه وعايزين نكمله، المجتمع، منظمات المجتمع المدني دي عليها دور مهم جدا، وفي جماعات محترمة وبتقوم بهذا الدور سواء بالتوعية أو بتقديم الخدمات. كل ده لم يعد يعني لم يعد يأتي بنتيجة في الوضع اللي أنا بكلمه ده. لو عملت حوار مع حضرتك من 15 سنة هسمع نفس الكلام ده. انا مع حضرتك لو عملت حوار من حضرتك مع 10 سنين وبنعمل الحوارات دي بشكل دائم، لا احنا كنا بنسمع نفس، هل نحتاج؟ طبعا ده مش، لا يا استاذ وائل، انا مش في جعبتك ولا في سلطتك ولا، لا جت فتره عندنا كانت المعدلات بتنزل، يعني احنا سنه 2000 كنا 2 واقل، يعني كنا 2.1، وده ننزل لغايه ما وصلنا 2005 1.93، دي اقل رقم نمو حصل من عندنا من 2000 ل 2005 كانت المعدلات بتنزل بشكل ايه. هل في مستمر؟ تم بحث اسباب ده ايه الحقيقه التوعيه، وكانت في خدمات اكتر بتتقدم في الوحدات الصحيه، وكان في توعيه، ويمكن حضرتك كنت من جيلنا تقريبا وكنا بنسمع الحاجات الاعلانات اللي كان في وقتها حملات كان في اهتمام للتوعيه. فاحنا عايزين نحط القضيه دي، وده السبب ان الجهاز مهتم ان انا جاي لحضرتك النهارده، والذكر او التوقيت اللي عدينا فيه 90 مليون، وبننتهز كل الفرص عشان نوضح
حجم هذه المشكله واثارها السلبيه. طيب علينا نشوف رود الفرج كده، نشوف نتجول بس بين المناطق المختلفه والمحافظات. نتعرف بحضرتك. سيد حداد. عندك قد ايه ابناء؟ عندي ست. ايه فكرتك في انك انت تنجب ستة؟ هي جت لوحديها كده. عرفت تنفق عليك؟ لا والله، ربنا هو اللي بيرزق. باخد المعاش بياخدوه كله. ليه ما يشتغلوش؟ ثلاثة بنات شغلهم على قدهم، ما بيكملوش 1000 جنيه. لو رجع بيك الزمن كنت هتخلف نفس العدد؟ اه عادي يعني، مش ما. انت ليه ما قفلتش وقعدت ترتاح؟ من عندك ستة ما شاء الله. ما هو بيعوز فلوس، اعمل ايه؟ طب ليه ما حددتش النسل من البداية؟ خلفت اتنين بس واكتفيت بكده أو واحد؟ في دماغي حاجة زي كده. ما كانش عندك قد ايه من الابناء؟ عندي ست سبع بنات ولدين. انت ايه فكرتك في انك انت تخلي في العدد الكبير ده؟ كان جهل زمان، ما كانش حد عارف الايام هتيجي زي ما انت شايف اهو. كان الواحد نفسه يخلف ده كله، كان لو الايام دي كان يخلف واد وبنت ويحمد الله عليهم. هل كنت بتعتقد ان الخلفه الكتير دي عزوه؟ زمان كنا نقولوا عزوه، لكن دلوقتي ما بقتش عزوه، ده بقت هم. انت ربيت ولادك في الاوضه دي اللي احنا قاعدين فيها؟ الاوضه دي. انت كنتوا بتناموا ازاي هنا في الاوضه دي؟ كنا بننام، شي ننام هنا وشي تحت السرير وشي فوق السرير. طول كنا حاطين طوب تحت السرير نعلوه، وشي تحت وشي فوق. دي خدتها بعدين، اتجوزت واحده قبليه. يعني انت الولاد دول مش من دي؟ دي من دي، العيال دي. العيال دي من دي؟ اه، لكن ديكي اللي راحت الحال هي خلت منها بيت ومجوزها في الصعيد. يعني انت عندك بنت غير ال غير دول؟ مين اللي اقترح ان انتوا تخلفوا العدد ده كله؟ هو الحق جوزك ولا انت؟ لا والله يا ده جت بتيجي من ربنا. انت بنت؟ ايوه بنت. ودول ولادك الصغيرين؟ اه، ومعايا زيهم اتنين تاني. انت بتخلفي كتير زي الوالد ولا ايه؟ لا، ده كان متجوزه اتنين، يعني كان جوزي الاولاني طلقني وخدت واحد تاني جبت اتنين. وانت ما تعلمتيش؟ يعني والدك بيقول ان هو عانى كثيرا من الخلفه. معلش، يعني انت ما تعلمتيش؟ متجوزه واحد عنده 55 سنه ما كانش بيخلف. لما اتجوزني جبت شاهد وقايمه وقاعدين في اوضه، يعني بننام في الارض. اتعلمت لحد فين؟ ما اتعلمتش، ما رحناش مدارس. طب ليه ما وديتهاش مدارس؟ قالت ما فيش فلوس. كنت اكسب 10 جنيه 5 جنيه 15 جنيه 12 جنيه دوم موكلهم واشربهم. قول لي عندك قد ايه من الابناء؟ عندي 8 من الابناء وانا والست، 5 صبيان وثلاثه بنات. طب انت ايه فكرك في انك انت تنجب 8 ابناء؟ هو والله دلوقتي عامه العزوه حلوه، العزوه حلوه والاولاد بتساعد. طبعا زي ما انت عارف كده، على غفله كده تلاقي سكر، تلاقي ضغط، الابناء بتنفع. عين الناس، نسلي تجيب عيلين قد الله، عيل فيها اي شيء، يبقى انت حتى مالكش اسم في الدنيا. يعني ابنك راح تقول لي اجيب واد وبت، واد وبت في دلوقتي جاله مرض وراح منك، مين هيساعدك انت في قبرك؟ يا كما يكون اتنين تلاتة بيبدلوا مع بعض ويشيل ابوهم ويشيل امهم. المنطقة دي، منطقة الساحل دي، الساحل رود الفرج دي، المنطقة دي كلها كده، يعني اوض واقل اوضه ولا اوضتين فيها بالعشرة تنفار. يحبوا العزوه، يحبوا العيال كتير. عارف احنا اصبحنا الان 90 مليون مواطن مصر، ويعني ده ربنا سبحانه وتعالى مش هيتخلى عنهم، ده بيرزق الدوده في الحجر يعني. وهو ربنا سبحانه وتعالى بيخليك تجيب زوجيه وهو متولي بيهم. طيب، زي ما استمعنا هاخد دكتور سعد الدين الهلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. دكتور سعد، اهلا بيك. بارك الله فيك استاذ وائل. اولا البقاء لله واعظم الله اجرك، وانا اسف لعدم حضوري لنظر لسفر العمره ولسه راجع اول امس. الحمد لله على السلامه، واثق انه قلبك معي يعني. دكتور سعد، ربنا يبارك فيك ان شاء الله، يسكنها فسيح جناته والحكمه معها في الصالحين. الله يخليك. تحياتي اولا لسياده اللواء ابو بكر الجندي وضيف مصر وضيف سيادتك.
الله يخليك ألف شو. القضية اللي احنا بنناقشها دكتور سعد بتصطدم بمفاهيم دينية سائدة المتعلقة بالزيادة السكانية. معظم احنا قلنا نسجل مع العائلات التي أنجبت أعدادا كبيرة، هم عندهم مفاهيم اقتصادية طبعا، مفاهيم نفسية متعلقة بالعزوة حتى، وفي مفاهيم دينية يعني انه دي نعمة من عند ربنا ومش هينفع ان انا اوقفها. لكن كمان قبل ما اخد القضية بشكل عام، معايا سماح الطبيب قال لها لو هتولدي بعد كده هتموتي، يعني انها ولدت 5 قيصري، ومع ذلك قال لها انا ما اقدرش اعمل لك ربط لان ده حرام. نعم. فهنا حتى الطبيب ربطها بالحلال والحرام في هذه القضية، يعني يمكن ان تموت يعني. دي قضية، لكن القضية الاعم وهي المفاهيم الدينية المتعلقة بهذه القضية. ابدأ بالقضية الاخيرة بعد اذن سيادتك. الحقيقة نظرا لان في ثقافة دينية خاطئة، وهي ان في وكلاء عن ربنا في الارض هم الذين يتحدثون عن الله ويقولون هذا حلال وهذا حرام في المسائل المتعلقة بالانسان، مع ان سيدنا رسول يقول استفت نفسك استفت قلبك. ده اعتقد هو السبب في ان الطبيب مش قادر يحكم على الحالة المرضية اللي قدامه، يحميها من الحمل السادس والولادة القيصرية التي تفضي الى قتلها والى موتها او لا. يعني كأن الله عز وجل لم يجعل في عقل كل انسان استقلالية وفي قلب كل انسان استقلالية، وصار المسلم عالة على الفقير وعالة على المفتي الذي يفتيه حتى يسأل افعل او لا افعل. كيف هذا والله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما؟ كيف هذا والله يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة؟ كيف هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار؟ كيف هذا والرسول يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول؟ يعني الام تقدم حياة جنينها على حياتها هي، ده هي الاصل، فكيف بالام انها تفضي بحياتها من اجل وتخاطر بحياتها من اجل حمل سادس وولادة قيصرية؟ واعتقد ان الاطباء هم المسؤولون دينا امام الله عز وجل لعدم تنوير الامهات المصريات، لان الولادة القيصرية للمرة الثالثة دخلت في مرحلة الخطر، والولادة الرابعة اشد خطرا، والولادة الخامسة لعلها لا تنجو من الولادة بحياة سليمة. إذا مسؤولية الأطباء في البيان ومسؤولية الإنسان في حماية نفسه، وعليه أن يفتي نفسه فورا بأنه يحمي نفسه من الهلاك حتى يقوم بباقي عمره في طاعة الله عز وجل على قدر خير عمل أدومه وإن قل. أما إذا من حق المرأة فورا أنها تأمر الطبيب بأن يتدخل لحمايتها من الحمل، خاصة وإن الحمل بعد الولادة السادسة الخامسة من الولادة القيصرية تفضي إلى الخطر المحقق. طيب يعني حتى بناء على كده يا أحلام نبقى هنشوف ليكي طبيب تاني، يعني الطبيب حتى اللي يستهين، سماح قصدي، الطهين الطبيب اللي بيستهين بحياتك وبيقول لك حرام، فالحقيقة يعني خلينا نذهب لطبيب آخر. طيب دكتور سعد، في القضية بقى بشكلها العام، المفاهيم الدينية عند البعض اللي بتخليهم يقولوا لا الخلفة نعمة من عند ربنا، محدش يقول لي قيدها. صحيح، بس معذرة أعود للمسألة الأولى، وهي إن سيادتك طلبت منها أنها تتوجه إلى طبيب آخر، وأنا بطلب منها أنها تقرر شأنها وتحمي جسدها وتحمي حياتها وتتوجه إلى طبيب يحقق لها ما تريد من تأمين حياتها في المستقبل، مش تذهب لطبيب آخر عشان تعرف رأيه، ولكن من أجل حماية نفسها. لا، ده عشان يعمل لها هذا الإجراء، يعني في طبيب. أي نعم. أي نعم. تفضل. هي صاحبة الشأن، لأن الطبيب الذي قال لها إن أنا ما أقدرش أعملك لعله حرام، هو يعرضها للخطر ويعرضها للوفاة ولن يتحمل مسؤوليتها بعد أن تموت. إذن على كل إنسان أن يحمي نفسه بنفسه، ابدأ بنفسك ثم من تعول. لازم نحمي أنفسنا، كل أم تحمي نفسها. الأمر الآخر في القضية اللي سبتك ذكرتها،
لعلي اذكر لحضرتك ايه قرانيه في سوره البقره ما سيدنا عبد الله بن عباس ابرز فيها معنى جميلا في القضيه اللي سيدنا بيطرحها في قول الله سبحانه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لما سيدنا عمر قرأ هذه الآية على بعض الصحابة قال لهم: مين فيكم يقدر يقولها لي؟ فعبد الله بن عباس سكت لحد لما اتكلم وقال له إن ربنا ضرب بهذه الآية مثل بواحد كبر في سنه عجز يعني وشاخ، وبعدين كان عنده أموال طائلة جنات من نخيل وعناب أموال غير عادية، وبعد لما بلغ سن الشيخوخة اتجوز وخلف أطفال، وبعدين الجنة والأموال والمصانع بتاعته اتحرقت، فهو جت له حسرة لأن مع كبر سنه مش هيقدر يعمل رصيد تاني ويسيب أموال لأطفاله الصغار الضعفاء اللي هو هيموت يقينا وهيترك ضعفائه بدون رعاية مالية. هذه الآية جاءت ضربا للمثل للحسرة التي تأتي على الإنسان، والله يذكرها من أجل أن نتعظ بها، بدليل أنه قال لعلكم تتفكرون في نهاية الآية عجز الآية، يعني لازم نفكر. الأمر الآخر في قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأنا سمعت بعض الأخوة المواطنين بيكلموا على إني أنا بخلف وربنا بيرزق، صحيح. طب أنت بتعمل إيه؟ هو ربنا بيرزق بيأدي اللي عليه، أنت يا إنسان مكلف في الدنيا علشان تعمل اللي عليك، فين اللي عليك؟ أنت لما سيدنا النبي علمك الزواج وقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب وغير المستطيع؟ قال له يتجوز؟ قال لا، فعليه بالصوم يمسك عن الزواج. طالما عاجز عن الانفاق وعاجز عن فتح البيت اذا يمسك عن الزواج عشان ما يتسببش في خراب بيت وخراب اطفال. ثم في دعاء سيدنا النبي لما قال: اللهم اجعل اوسع رزقك لي عند كبر سني وانقطاع اسري، يعني سيدنا النبي بيتمنى وبيرجو من الله عز وجل ان يكون اوسع الرزق للانسان في كبر سنه وانقطاع اجله. ازاي لما يصل به الى مرحله الكبر ويجد ان المعاش اقل ثم ياتي باطفال ويتسبب في وجود اطفال ويطلب من الناس ان تعولهم؟ يعني عشان كده انا بقول ان الفقيه اللي بيفتي ويقول ان انجبوا ايها الناس واكثروا من الاولاد ايها الناس، انا بحمله المسؤوليه في انه مطلوب منه ينفق على من ينجب ويعجز عن الانفاق على اولاده. احنا نقول للناس: اللي يقدر فيكم ينفق على ولد ياتي بولد، اللي يقدر فيكم ينفق على ولدين ياتي بولدين، اللي يقدر فيكم ينفق على خمسه ياتي بخمسه، اللي يقدر يربي الخمسه والعشره ياتي بالعشره. لكن هو مش قادر يربي خمسه سته ويروح يجيب لي اكثر من هذا، يبقى هو اللي بيورط المجتمع في هذه القضية وسيحاسب عن فعله. الأمر الآخر في حديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله إن سيدنا رسول الله بيقول عن جابر بيقول: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا. يعني كان اللقاء ما بين الزوجين مع استخدام موانع الحمل، وسيدنا رسول الله يعلم هذا والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا. حديث آخر أيضا رواه مسلم عن جابر بن عبد الله بيقول إن في رجل قال: يا رسول الله، إن لي جارية وهي ثانيتنا وخادمتنا. ثانية يعني تأتي لنا بالتمر من النخل، وخادمتنا تسقي النخل وتأتي لنا بخدمة البيت، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن أحمل منها أن تحمل مني. فقال صلى الله عليه وسلم: اعزل عنها إن شئت فإنه يأتيها ما قدر لها. كل هذا يدل على مشروعية استخدام أدوات منع العزل أو منع النسل واستخدام العزل بكل أدواته، ولكن التعقيم فقط هي المشكلة. ما هو التعقيم؟ التعقيم هو استخدام وسيلة تمنع الحمل نهائيا إلى أن تلقى الله عز وجل. ليه المشكلة هنا؟ المشكلة هنا جاية من أجل وقف طموح المرأة فيما بعد،
فلعلها تطلق من زوجها والزوج بآخر ويتمنى أن تأتي بولد. هذا هو الأمر. لكن لو إن المسألة زي صاحبة المشكلة اللي ستك عرضتها بلغ عن حملها ما بلغ إلى أن انتهكت البطن صحيا فما لم يعد أمامها إلا التعقيم، فالتعقيم لا يستخدم إلا في حال إن المرأة صحيا لم تعد قادرة على الحمل. طيب لو الدولة اضطرت في وقت من الأوقات أن تجد نفسها مطالبة يا دكتور سعد باتخاذ خطوات وإجراءات، منها مثلا ما يتعلق بتقييد العدد، مش تقييد العدد يعني تنجب كام أو ما تنجب، لكن مش هيبقى زي الصين يعني اللي حددت المواليد بطفل واحد لكل أسرة، لكن مثلا فيما يتعلق بالاستفادة من الدعم ومن إمكانيات الدولة تقف عند طفلين، كان في بعض الأفكار المتعلقة بكده، هل ده كمان ممكن تصطدم بالحلال والحرام؟ نهائيا. ليه؟ قال تعالى ما على المحسنين من سبيل. هل الدولة مسؤولة دينا إنها تعطي مقابل دعم للمولودين فيها، أم أن الدعم الذي تقدمه الدولة إحسان وتفضل منها وإعانة إلى الأب الذي هو في الأصل مسؤول؟ مين المسؤول في الأصل؟ الأب اللي اتجوز وخلف، ولا الدولة، ولا الوزير، ولا رئيس الوزارة؟ مين المسؤول؟ مش كل إنسان كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه، وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على المولود له اللي هو الأب. إذن الأب في كتاب الله هو الأصل في الإنفاق على أولاده، فالأب اللي مش قادر ينفق على أولاده هو بيستعين بدعم الدولة سواء كان في التعليم ولا في الصحة. فلما الدولة تقول أنا سأدعم إلى ولد أو ولدين أو ثلاثة من أجل تحقيق كفالة لجميع المصريين، والذي سيأتي بعد الثالث مثلا هو مسؤول عن الإنفاق عليه بدون دعم، إذن لا يستطيع أحد أن يحاسب الدولة، لأن كما قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، الدولة متفضلة بالدعم. أنت تحاسب الدولة لو أن الدولة هي المسؤولة بالإنفاق على الأطفال. يعني هل المصريين عليهم الإنجاب وعلى الدولة الإنفاق والتربية والتعليم، أم أن الأب هو المسؤول عن رعاية طفله حتى يصير شابا ويتزوج كما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش حصنوا شبابكم بالزواج؟ إذن من حق الدولة إنها توقف الدعم إلى حد معين وتقول أنا سأدعم في التعليم وسأدعم في الصحة وسأدعم في الدخل إلى حد واحد أو اثنين أو ثلاثة بالقدر الذي تراه الدولة هي قادرة عليه، ثم تحمل الإنسان المسؤولية في جراء فعله لأنه هو الذي فعل وهو الذي أتى بالأولاد. إذن هذه مسألة تنظيمية وتدخل في إطار رعاية نشأة الدولة والأخذ بيد الناس إلى ما فيه الرشاد، خاصة وإن إحنا بقالنا 100 سنة خطاب ديني غلط يقول تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم يوم القيامة، دون أن نقول في المقابل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. فين الدعوة إلى العمل؟ فين الدعوة إلى الإنتاج؟ فين الدعوة إلى الدخل؟ فين الدعوة إلى الإنفاق؟ فين الدعوة إلى تحمل المسؤولية؟ احنا عمالين ندخل في كفة ونترك الكفة الأخرى. الإسلام زي ما طلب أن يكون هناك، أو سيدنا رسول الله زي ما طلب أن يكون هناك نسل طلب أن يكون هناك إنفاق، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لكن احنا نتحدث في زاوية ونترك زاوية أخرى. هو ده الخطاب الديني الغلط اللي وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. بتوجه لك بالشكر دكتور سعد الدين الهلالي. تعالوا نشوف كفر الشيخ أيضا، ذهبنا إلى بعض العائلات التي تنجب كثيرا، سألناهم لماذا تلجؤون لذلك. أسرة عندك تكون من كم فرد؟ من 8 أفراد، هم كانوا 9 بس ربنا افتكر واحدة خدها. يعني ايه رأيك في موضوع تحديد الناس؟ لا تحديد الناس على الاخر، ما احنا محددين على اخر بجدينا، ما كناش مطورنا بقى احنا على ما جينا نفهم عن تحديد الناس كان خلاص ربنا سهل وجبت 6 عيال. ايه رأيك
رايك في موضوع تحليل الناس اللي انت شايف فيه ايه؟ تحليل الناس لحد يطوله ده كل راجل عاقل وكل واحد عاقل انها تحدد ناس ليه؟ لان الظروف كام يعني العدد يبقى كام؟ العدد يبقى اقصى حاجه 3. مجموع الاولاد كام؟ 5. 5 3 صبيان وجوز بنات. عارفه موضوع تحديد الناس؟ اه ايه رايك في الفكره دي؟ لا هو غلط. ازاي قولي لي ايه رايك؟ يعني على قد ان الايام الغلط دي يبقى عائلان كفايه ان كان على تحول النسل يعني اللي انت بتقول عليه. انما ايام كنت عادي يعني شايفه ان الموضوع كان عادي كان عزوه يعني كانت ركيت الحاجه رخيصه بقى كانت بتقدر بتاخد ال 10 جنيه تكشف على العيل وتجيب بقيتها لكن دلوقتي ما تلقيش. طبعا احنا في عزبه الوقت يا باشا كان من 20 سنه ولا من 15 سنه ما كانش الاستعداد اللي موجود دلوقتي دي السكان دي. احنا في مكان دلوقتي كان فيه حوالي من يقارب ال 500 600 بني ادم. ما كانش من 10 سنين ما كانش 20 30. فاحنا في وقت الوقت يعني الوقت اللي احنا فيه وقت فيه توعية فيه مش عارف ايه فيه نظام. بكتر في الخلف عشان يبقوا عزوة. مال هي الايد الوحدة انا هي بتسقف؟ الايد الوحيدة ما بتسقفش لازم التانية تطبق عليه. قولي بقى عددكم كده كامل؟ احنا عددنا كده الموجود يعني ولا للغايب لان في ناس غايبة لسه. ده فيه لسه ناس ما جاتش من المدرسة وما جاتش من الغيط اللي هم موجودين في الغيط دلوقتي. لا مش كاملة والله بأمانة ربنا ما هي كاملة والحق يتقال يعني. احنا عايشين طبعا على كلمة يا رب ماشي. لولا ما فيه رب ما كناش عايشنا. ما كانتش عارفة عن تحليل الناس. انا جبت جوز بنات توأم والناس تقول لي هاتي جبت كمان 2 بقى معايا 4. لو اعرف الوقت ما قدرت ما بقدرش اجوزهم الوقت. لو اعرف من الاول ما كانتش جايبه الا 4 كانت جبت 2. موضوع تحديد الناس ما فيش حد هنا تعرف عنه؟ لا طبعا ما نعرفش خالص. ما حدش بيجيني ما حدش بيعرفنا اصلا عن اي حاجه خالص. احنا مننا كده لربنا ما فيش اي حاجه. ما فيش اي نفر هنا بيجي. ما فيش مثلا دكاتره كده بتيجي تحليل الناس كده يعرفونا كده. ما فيش اي حاجه خالص. ما فيش تحديد الناس كويس وكل حاجه بس معلش سامحني في تقاليد عايشه من زمان. يعني انا قدرت احكم نفسي في ناس غيري ما تقدرش تحكم نفسها. اذا انا طبعا عندي الوعي معلش في المكان اللي احنا موجودين فيه في ناس برضو يعني معلش مع احترامي لهم الوعي مش كامل عندهم. فهم عايشين طبعا بما ان ايه الاولاد عزوه لسه موجود الموضوع ده ماشي لحد النهارده. فطبعا هو عايز يكون عزوه وعيله عشان يقدر يعيش علشان هم مش عايشين اصلا. تاني زي ما انتم شايفين هنسمع مفهوم العزوة بما له من شكل نفسي. يعني الاخوات مع بعض اصلهم بيحموا بعض والمفهوم الاقتصادي انه هيعزز الاوضاع الاقتصادية للأسرة وهيحميها من الاحتياج. يعني كمان عشان نبقى كملنا كفر الشيخ نشوف حتى هنا في الاهالي بيطالبوا الجهات المسؤولة إنها توعي أكتر. يعني الناس اللي هو طبعا إيه على ما جت حكاية الناس اللي كانت دور عداناني وهم بقى كل واحد طبعا اللي معاها صبيان عايز بنت فبيضطر يزود واللي معاها بنات عايز اكيد فبيضطر يجيب اكتر. وطبعا لا عندنا مستشفى توعي ولا حد بيوعي واحنا عايشين يعتبر عايشين في ناجع. يعني احنا في عزبه زي ما انت حضرتك شايف الطريق ترابه ومحدش بيجي لنا ولا بنروح لحد. اتجوز بقالي 11 سنه. الكبير عنده 10 سنين. كم ولد؟ ثلاث صبيان. الكبير عنده 10 سنين، الصغير عنده 5، الوسطاني 5 سنين، الصغير سنه. اللي اعرفه ان هما مثلا المفروض ان البني ادم يجيب مثلا على قد حاله وعلى قد معيشته. يعني من 3 صبيان 4 صبيان هو 4 صبيان وبنتي 3 صبيان وبنتي كده. وخلاص يعني دي اللي نعرفه ودي اللي عايشين. تحديد الناس اللي هو يكون ان 2 عشان التعليم تعرف تصرف عليهم وتعلمهم كويس عشان مستقبلهم بعد كده.
سيادة اللواء، قبل ما نكمل تحقيقات تانية في المحافظات وناخد أيضا بعض المكالمات، أنا عندي هنا الأستاذ، يعني أقول لك بعض الرسائل اللي ربما تكون فيها مناقشات. الأستاذ متولي من بورسعيد مثلا بيقول لك ده هيصطدم بحق الطفل الرابع، يعني لو أنت قلت ملوش حق يبقى معنى كده أنه مش هيتجند، يعني لا تطالبه إذن بالخدمة في الجيش. طبعا يعني كل ده يعني قضية تخضع للمناقشة، ازاي ان انا اناقش الناس بانه يا جماعة عند الطفل الثاني او الثالث خلي بالك، لانه المكتسبات الاجتماعية يمكن الا تحصل عليها، وده الحقيقة المكتسبات الاجتماعية دي مش منحة من الدولة، لا ده هي دي فلوس الشعب عشان حق احفادك وحق ابنائك وحق أولادك في الحاضر. ما هو احنا وصلنا لمسألة لازم تكون عندنا بعض الأفكار الجريئة حتى لو كانت صادمة، علينا أن نتقبلها حتى لو كمان يتجرع السم. يعني أحيانا تاخد خطوات لازم تاخدها من أجل حماية مستقبل ولادك وأحفادك، لابد من التفكير. الكلام اللي احنا قاعدين نقوله أنا وسيادة اللواء لازم التفكير في خطوات الملاحظ جديدة. الملاحظ في عدد كبير من الأسر اللي احنا جبناهم او شفناهم في التقارير اللي انا بحيي حضرتك وفريق الاعداد في ان هما عملوا هذا المجهود وراحوا كل الاماكن اللي احنا شفناها في التقرير، الناس بتقول محدش جالنا. هو ده الفئات دي والمستوى الاجتماعي ده مش هيغير عاداته الا باتصال مباشر. يعني ايه اتصال مباشر؟ يعني مثلا وزارة الصحة عندها رائدات ريفيات، دول عددهم لا يتجاوز 13,000 مثلا في وزارة الصحة، ممكن بيكلفوا بأعمال أخرى غير موضوع تنظيم الأسرة. لكن اللي احنا بنقوله على الاتصال المباشر ده يعني لازم الرائدة الريفية أو جمعيات المجتمع المدني اللي هي بتقوم بخدمات مماثلة في تنظيم الأسرة لابد ان هم اللي يروحوا لغايه باب البيت بتاع الناس دي وياخدوا البنت او الست او الزوجه لاقرب وحده صحيه تكون فيها خدمه ممتازه او خدمه بروفيشنال، يعني فيها دكاتره يركبوا الادوات وما تقعش زي ما سمعنا من بعض السيدات اللي اشتكت لنا هنا واحنا في التقرير. فاحنا بنقول الفئات دي عايزه اتصال مباشر، ناخد الزوجه ونطلع بيها على الوحده ونعملها معامله حسنه وتاخد احسن خدمه، ترجع تخلي جيرانها وزمايلها واخواتها وقرايبها تشجعهم على انهم يروحوا الوحده وياخدوا نفس الوحده الخدمه اللي مميزه في الحتت دي، ونهتم اكتر بالحته الفقيره لان هم دول اللي بيجيبوا زي ما انت شفت كده 7 و8 و10 و12. واحنا هنشوف نكمل مع حضرتك ونشوف الدويئة لما ذهبنا للدويئة وسألنا العائلات التي تنجب كثيرا. اتجوزت وانا عندي 21 سنة. طب انا معايا ستة وكان نفسي في بيتي فعلا، دي حقيقة والله كان نفسي في بيتي، كنت راضي باتنين وبواحد، بس لو كان فيهم بيت كنا بنروح الجوامع كانوا بيتخانقوا معانا لو حد من عيالنا خدت منع الحمل، لان الشيخ كان يقول لك حرام، يبقى ازاي ربنا سبحانه وتعالى مخصص لك الحاجة وانت فجأة يعني تمنعها بحباية ولا تمنعها. طبعا دي حقيقة ولحد النهاردة، وقيت صدقي كلام التلفزيونات دي حقيقة لحد النهاردة. ولما اخذن انا لما بدل النهارده ما بروح لما اخذ اسال عالم، لا انا بروح استقرب نفسي واسال الشيخ بتاع الجامع، ده اسال حاجه بالنسبه لي يقول لي ده بقى حرام، انت بتقتل نفس، قاتل نفسي ازاي وانا مش عامل حاجه اصلا؟ يعني قاتل نفسي ازاي؟ اقتل عيل جاي ادي له حبايه من الحبوب اللي بيوزعوها دي عشان اقتله؟ وبعدين الست اولاد دول اولادي وسندي في الحياه، انا دلوقتي لو كبرت انا لما اخذ عيان بقى لي 4 ايام في البيت مين اللي بياكلهم؟ ما هم الاثنين الكبار، ربنا يحميهم ربنا يحميهم ربنا يحميهم.
لنفسه. كل قالوا منع الحمل، بس انا قلت لا، المال بالشام وكل حاجه معايا. قلت اجيب بقى كل ما نحت ولاش اجيب بنت. سيبوها يا رب، حتى اجيب 10 بنات، بس اجيب بنت واجيب بنت. قمت قلت اجيب بنت والله وحج واموت. كل عاوز ايه؟ لازم المدرسه عشان اساعد والدي، ووالدي عاجز وانا لازم اساعده. انا اكبر اخواته لازم اساعده. احنا لو عندنا قناعه هنبقى افضل ناس في العالم. كان احنا ما عندناش قناعه. احنا الموظف اللي عنده مليون عايز يبقوا 10، لكن احنا عندنا ال 100 جنيه بنعمل لها عيد ميلاد ساعات ما تخش البيت. ونقول لها الحمد لله رب العالمين ان انت تحوشتي. معايا 6 ولاد، ليه انا خلفت 6 ولاد وليه بحب الولاد؟ يعني عامة ربنا وسيدنا محمد قال تناسلوا تكاثروا أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وبعدين عامة لو إن أنا بجيب ولاد كتير بس بستثمر، يعني بستثمر خلفتي دي صح وبشيء منظم، بشيء منظم برضو، فهيبقى شيء كويس. يعني هينفع المجتمع وهينفعوا نفسهم وهينفعوني. بس هو الموضوع أصلا كله في جزء وفي عبء على الدولة وفي عبء علي أنا. دوري انا اقوم بيه كويس، ان انا اسكنهم، احاول اسكنهم كويس واحاول برضو اعلمهم كويس. واحنا الحمد لله عايشين كويس والحمد لله، ومش محتاجين اي حاجه من حد. وانا برضو ناوي تاني اخلف تاني، ناوي اخليهم 11 بالظبط. اه رقم فردي، وانا بتفائل بالرقم الفردي، وعدد يعتبر عدد معقول وكبير. بس حتى الاخ يسند اخوه، يعني حتى الاخ لو وقع يسند اخوه. لو جم مثلا 2 تعبانين فيهم 9 شادين حيلهم، كل واحد مثلا يساعد التاني، يبقوا هم متحدين، يبقوا متعاونين مع بعض. مش واحد عايش لوحده كده يحس بالوحده كده والفرديه. مفيش مشكله اصلا في الخلفه الكتيره، ومش رجعيه يعني ولا تخلف ان الواحد يخلف عدد كبير ومناسب. ما هي الصين عددها كبير وفي استثمار، يعني بيعملوا شغل تحت السلم وبينتجوا وبيصرفوا وعايشين في حياة كويسة، ومن الدول العظمى، يعتبر هم من الدول العظمى. أنا عندي 6 أولاد، ويعني وجوزي بيحب الخلفة كتير، وجبتهم ورا بعض وكده، وهو عايز تاني، طالب يعني اللي أنا أجيب له تاني وكده. ملوش دعوة بتنظيم الأسرة، يقول لي النبي ما حددش أجيب كام عيل ولا أخلف كام عيل. إحنا بنحب الأطفال، يعني بالنسبة لنا الموضوع عادي. هو التربية صعبة بس بالنسبة لنا الموضوع عادي، والحمد لله برضه 11 غير الستة. طبعا اللي احنا سمعنا ده يعني في تحدي اكبر للاوضاع المعيشية والاقتصادية، وتحدي حتى لما يمكن ان تقوم به الدولة. لا انا هوصلهم ل 11، وكمان القناعة بانه الاخ بيسند اخوه، لكن ممكن مع عائلات باوضاعها المعيشية والاقتصادية ما تلاقيش حد تسنده، ولا يمكن حتى انه الاخ يجد سندا يعني بسبب الانهيار المعيشي والاقتصادي. قبل ما اخد تعليق اخير من سيادة اللواء، هاخد تليفونات. استاذة شيماء، استاذة شيماء اتفضلي يا فندم. استاذة شيماء، الو. استاذة شيماء سمعاني؟ الو. اتفضل اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير. مين؟ حبيب مصر عبد الفتاح حامد علي. يا حبيب مصر. استاذ عبد الفتاح اتفضل. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك اتفضل. ما تصدقش التقرير اللي فات ده اللي الكابتن بيقول لك عزوه ويقفوا مع بعض وكده، ما تصدقش. ده الاخوات بيعادوا بعض، لما بيكبروا بيبقى في مشاكل. انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ لا وائل. لا يعني مش عايز اكرس مفاهيم عائليه سلبيه، يعني اذا كان في حالات طبعا الاخ. لا 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 مش مفاهيم سلبيه، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. قارن بين اسره فيها 11 وقارن بين اسره فيها 2. روح. لا ده كلام صحيح. ايوه خد بالك، مش عايز ارد على ده بانه اصل ما الاخوات يعني بتستفيد منهم بايه؟ اصلهم بيتخانقوا وبيتصارعوا. يعني هقول لحضرتك بسرعه. لما تروح مدرسه فيها ولدين اخوات بس، هتشوف لبسهم وتشوف اكلهم وتشوف كل حاجه. هات بقى ال 11 اللي بيقولوا عليهم دول، شوف بياكلوا ايه وبيناموا ازاي. لما يكون اوضتين، ناس تنام تحت السرير وناس تنام فوق السرير،
ده مش كلام. احنا كان عندنا تقارير الست بتقول في ناس بتنام تحت سرير. هو شافه اكيد. يا استاذ وائل تعالى بقول لحضرتك تعالى صور في الشياخة كوتسيكا وشوف الكلام ده. الأوضة الواحدة اللي فيها 8 9 ازاي ياكلوا؟ واخد بال حضرتك ازاي يشربوا؟ الأب يجيب كام بيضة للثمانية دولت ولا العشرة غير الاثنين؟ لما يكون اثنين أسرة سعيدة يلاقي مكان ينام فيه جميل، ينام تلفزيون حلو يتفرج عليه. إنما لما يكون 11 بيتفرجوا على التلفزيون، ده هم ده فريق كرة، ده هيلعبوا الكرة هم ولا يتفرجوا؟ فلازم إحنا يكون شعب واعي يا أستاذ وائل. إحنا ماما كريمة كانت من 20 سنة 30 سنة بتقول الكلام ده، ليه ما خدوش بيه؟ إزاي التلفزيون؟ طب إحنا التوعية يعني واضح إنها هتاخد لسه مدى ابعد، ما ننتظرش بقى. هل الدوله لازم تاخد خطوات؟ ما ينتظرش لما يحدث الانفجار. الدوله لازم يكون ليها تفكير سليم بالنسبه للاعداد يا استاذ وائل. اللي يتجوز جديد يبقى فيه قانون كده ان اتنين كويس. انا ربنا يخلي لي عندي ولد واحد ربيته تربيه جميله، انا جبت له هو طفل صغير اورج عشان يتعلم الموسيقى، جبت له كمبيوتر. انما لو 11 عيل هجيب 11 اورج ولا؟ انا كنا عيله كبيره كنا بنلبس الجزمه بتاعتنا بنلفها على بعض لما نكون خارجين، دي حقيقه. طيب بشكرك يا استاذ وائل، بتوجه لك بالشكر. معانا استاذه شيماء. استاذه شيماء اتفضلي يا فندم. لله حياتك الباقية الله يخليكي ألف شكر. أنا بس أنا هنبدأ بالتقرير الأخير. هو التقرير الأخير الأستاذ بيقول إن هو مش يعني هو بيعمل اللي عليه والدولة عاملة اللي عليها، بيعمل اللي عليه، هو عامل اللي عليه. ولاد دول بيتعلموا في مدارس خاصة ولا مدارس الدولة؟ إحنا خمسة، أنا أخواتي إحنا كبار، إحنا خمسة كنا في مدارس لغات، كان بابايا مقتدر، الدولة ما كلفناش حاجة. هو الأستاذ ده بيروح يعالج فين؟ ولاده بيتعلموا فين؟ مش واخد اماكن 11 عيله تقريبا تانيه؟ عايز ياخد اماكن 11 عيله او خمس عيلات تانيين؟ لا خلف اتنين تلاته الدوله تعلمهم لك والباقي سيادتك بقى علمهم في المدارس الخاصه على حسابك. اقتدر خلف 20 واحد، خلف 30 اوكي، بس علمهم على حسابك، علمهم على حسابك. انت شايفه هنا الدوله لازم تتدخل لتحديد الاطفال اللي يمكن انها تدعمهم. بالظبط بالظبط. اكتر من كده لا، انت بقى علمهم في المدارس الخاصه، عالجهم في حاجات خاصه، عليهم جامعات خاصه اكتر من كده. لا احنا مش متحملين مسؤوليه، هنتحمل مسؤوليه ليه؟ بس يعني طيب. ده المفروض يعني. يبقى استاذه شيماء بتوجه لك بالشكر، هي متحمسه لانه الدوله تاخد خطوات واجراءات. الحقيقه ده عايز حوار مجتمعي بقى، لانه الدوله هتخاف طبعا، الدوله بمؤسساتها المختلفه، ما اتكلمش عن السلطه او الحكومه، الدوله مفهوم اشمل واوسع، في مجلس النواب حتى وجزء من الدوله، في القضاء وفي كل المؤسسات المختلفه يعني. طيب نشوف ام صلاح. ام صلاح اتفضلي. لله يا استاذ وائل، اهلا بيك اتفضلي. تحياتي لسيادتك وللضيف الكريم. اهلا وسهلا، بيبادلك التحيه اتفضلي. ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي. انا ام لثمان اولاد، خمس بنات وثلاث صبيان. والحمد لله انا ربيتهم وتربيت كلهم في الجامعه، والحمد لله التربيه صالحه. بس الوقت ربنا يخليهم لك، انت ام مكافحه، بس لما بتتاملي في الموقف طبعا الموقف صعب حاليا. وست الضيف السابق اتكلم على الرائده الريفيه، طبعا دورها مفقوده عندنا في القريه، المفروض تكون يعني لها دور فعال في التوعية. فالدور والمنظمات المجتمع المدني برضك دوره فقده في القرية بالذات. فحضرتك تلاحظ ان كثرة عدد الانجاب في العشوائيات مع الناس اللي هم مش مثقفين او يعني معدومين التعليم. فأتمنى أن تكون الرائدة الريفية كلها دور فعال في التوعية. يعني النهاردة البنت بتتجوز، مش عارفة هي بتتجوز ليه، وهتجيب عدد من الأولاد إزاي، وهتصرف عليهم منين، لأن الأعباء اللي أصبحت الآن يا أستاذ وائل صعبة جدا جدا. الأعباء صعبة. طب أنت طبعا يعني خلاص أنجبت التمني، بس ما كانش ده في تفكيرك وقت ما بتعملي تخطيط لحياتكم المستقبلية؟ والله أنا ما عملتش تخطيط لحياتنا المستقبلية، أنا جبتهم على الأربعين يعني ورا بعض.
ورا بعض. لان في الفتره دي طبعا كان الوقت اللي انا جبت فيه الاولاد كانت العيشه رخيصه، كانت الظروف يعني احسن من دلوقتي، رغم ان انا كنت موظفه بس كنت بقدر اواظب بين عملي وتربيه اولادي، والحمد لله يعني ربنا عني وربيتهم احسن تربيه ومستويات كويسه جدا، وده فضل من ربنا طبعا قبل ما يكون يعني ايه ربنا يعني. يعينك. بس انت مع تدخل الدوله في بخطوات طبعاً في ده؟ طبعا طبعا، خطوات الدوله والمنظمات المجتمع وكل واحد مسؤول يعني يناشد بتقنين الانجاب. طيب دلوقتي احنا نقول لك ايه، العيشه غاليه، انا مش عارفه اصرف على اولادي، طب ما تقلل الانجاب، قلل الانجاب على الاقل تعرف تصرف عليهم ازاي، تعرف تربيهم تربيه كويسه، تربيه صالحه، هيعينوك فيما بعد. بتوجه لك بالشكر دكتور سيد الطحاوي. دكتور سيد اتفضل. دكتور سيد، طيب لغايه ما نشوف الدكتور سيد نشوف احمد من بني سويف. احمد اتفضل. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. البقاء لله في الحياه. حياتك الباقيه الله يخليك، الف شكر. الله يخليك أزوي. بالنسبه للسؤال لموضوع الخلفه ده، سؤال اللي ما بيخلفش كتير بالنسبه في الصعيد بيتعاير بحاجه زي كده. بيتعاير. بيعايروه. يعني بيعايروه انه ما عندوش عيله كبيره، ما خلفش كتير. ما عندوش عيله كبيره، ما عندوش ولاد كتير، رغم ان نسبه التعليم نقول 60% او 55%. طيب مفاهيم مجتمع يعني، يعني مفاهيم مجتمع، الفخر مع الاسره الكبيره يعني. بيفتكر اللي عنده اسره صغيره ده هيتعاير يعني. واللي معاه بنتين او ثلاث بنات يبقى عايز يجيب الواق. طبعا ربنا مش على كيف حد. جزء كبير طبعا من زياده العدد انه في سباق على انه عايز يجيب الولد لو عنده بنات، لو خلفته بنات يعني. ده فهم الصعيد. لو في بقى حاجه للانسان الشاب اللي اتجوز وفي حاجه صغيره ان انت معاك تجيب واد او اتنين، الدوله كلها تمشي على كده، يبقى مش هيبقى في عدد سكان زياده، مش هيبقى في اللي احنا فيه ده الفقر. نسبه الصعيد فيه فقر جامد جدا 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 يا استاذ. طيب بتوجه لك بالشكر دكتور سيد الطحاوي. دكتور سيد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازي حضرتك يا سوائل؟ البقاء لله يا سوائل، معلش احنا مقصرين مع حضرتك. حضرتك باي الله يخليك، الف الف شكر، اتفضل. والله انا هتكلم في شقين. الشق الاول ما دام سماح لي اتكلمت في حكايه الدكتور اللي قالها حرام في حكايه القيصريه ورفض المبايض، احنا بنخاف يا سوائل في حاله زي كده لو جت الست بعد كده تفكر انها تحمل ما بتحملش تاني. فبس لو واحده عنده ثلاث اولاد او اربعه واثنين منهم ماتوا تيجي تحمل بعد كده ما بتحملش. ده الشق الاول، اول حاجه العمل تخص ما دام سماح. حضرتك انا بقى انا مش عاوز اقول لحضرتك انا محدد الناس الحمد لله، عندي سبعه. عندي صغير ماليش كبير. عندك سبعه؟ سبعه. هايدي ثانيه طب. ربنا يخليهم لك. اتفضل. هايدي ثانيه طب وجاله اولى طب، والباقيين خمسه في خمس اولاد، خمس صبيان يعني. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه يا سواء، مش مشكله العدد، اهم حاجه يكون بس في امكانيات ماديه ان احنا نقدر نصرف على الاهل دي ونعيش عيشه محترمه. طيب ما هو السؤال اللي ما عندوش هذه الامكانيات الماديه ما بيحددش، لان هو شايف انه الاولاد عزوه نفسيه واقتصاديه. تمام تمام، ما ينفعش، ما عندوش امكانيات، حتى لو عنده واحد ما ينفعش. ما ينفعش يا سوائل، لان طالما ان انت عندك امكانيات ماديه وتقدر تصرف وتعيش في مستوى كويس وبحاجه تضيف للمجتمع ما فيش مشكله، لكن تروح تجيب عيال تبقى عالي عليك وعلى المجتمع وبعد كده تطلع لي ارهابيين او تطلع لي ناس تقعد في الشوارع او تصور كده، ما تنفعش. دي حاجه. طب انت مع انه الدوله تتدخل باجراءات؟ يا استاذ وائل لازم تتدخل باجراءات، مفيش كلام، بس المشكله يا استاذ وائل انا عايش بين الدهليه زي ما حضرتك عارف، المنصوره ودمياط والشرقيه، الوحدات الصحيه اللي موجوده في الارياف يا استاذ وائل مفيش اي كلام مع اي حد. يعني الناس دي لو فعلا عملت عملها كويس جدا مش هنحتاج اي حاجه بعد كده. ده صحيح، مفيش وحدات صحيه بتقوم بدورها. بتوجه لك بالشكر. نشوف القاهره وبعدها الفيوم، واخد تعليق اخير من اللواء ابو بكر عشان نناقش قضية تانية وهي الختان، بس ده من خلال مواجهة هنناقش بعض العائلات اللي لسه مصرة على عملية الختان أو الاختتان. نشوف عائلات في القاهرة.
تخطت مصر 90 مليون نسمة رسمياً، والمصريون يستمرون في التناسل والإنجاب، فلا زالت هناك أسر ليس لديها وعي تحديد النسل وينجبون أطفالاً بعدد كبير كنوع من أنواع العزوة. تجولت كاميرا العاشرة مساء مع تلك الأسر في محافظة القاهرة. عدد زي كده أمي جايبة 8 ست بنات وولدين، حماتي يعني جابت 10 ست بنات واربع رجالة، وبرضو مرت عمي التانية معها 7 رجالة واربع بنات وكده، بس نسفهم كبير. بيفكروا يعني لما يبقى فيه مشكلة ولا حاجة يبقى الراجل قادر حاله ويبقى البيت فيه رجالة ومحدش يتولى عليهم وكده، قادر. لو كلهم بنات بيبقى الراجل مكسور وخطره مكسور ومسؤولية عليه في الجواز وكده، البنت بتاخد قد كده، والبنت عايزة حراسة من عند ما تبقى عندها 8 سنين لحد ما تتجوز، لحد ما تبقى في رقبة جوزها. عزوة بس مسؤولية بقى، هو شايل ايده خالص كده انضرب عقيم ومدلحهم، او يعني بقول لك خلاص انا ارزق يوم بيوم ودلعهم وربهم تربيه كويسه والحمد لله. والله اللي خلاني اجيب التمانية كنا في البلد في الارياف، والجماعه الكبار بقى كانوا بيخالفوا كتير. المهم هي جت وحديها اولا، ودي حاجه ربنا، وبرضه احنا عايشين معهم لحد النهايه. هم عزوه في نفس الوقت وهم صغيرين، بس هم بيكبروا المصاريف بتتقل شويه. يعني في ناس بتفكر ان هجيب سيبان على طول، لا دي حاجات ربنا. هي جت الاربع بنات وحمدت ربنا على كده، انا مش قادر وكل حاجه، بس يا ربنا معانا. انا معايا ست بنات وابوهم سابني عشان معايا سته، عشان عايز الولد وخلف مني سته واتجوز تاني عشان يجيب برضه الولد، ويبقى معايا بنتين توأم ومش متعترف بيهم خالص. كان معايا 7، واحده ماتت ومعايا 6، قدهم يخلف قدهم مرتين ثلاثة عشان يجيب الولد، بس ربنا بقى أنا جبت الستة والحمد لله عليه. طيب زي ما انتم شايفين هاخد بقى الفيوم التقرير الأخير عشان نبقى تجولنا معاكم في كل محافظات مصر. مخلف 7 7 7 والسبعة بسم الله ما شاء الله مخلفين حلوين، يوم 3-4 مخلفين. يعني انت عندك في زوريتك بتاع 15 يعني. مخلفين. العزوة ما فيش احسن منها، واحنا الحمد لله راضيين باللي اعطانا ربنا كله. هي عزوتنا كده وطلعنا لنا كده وما نتغيرش عن كده. ساعد ابونا يعني باكتر شغف الارض. عندي عيل في ثالثه ابتدائي وعيل في الحضانه وبنت عندها 3 سنين. ربك هو اللي بيرزق، هي دي اهم حاجه، هي زينه الحياه. معايا 7 اولاد وده لاولادهم. كويسه ده عزوه بقى في البيت واولادي كلهم وعزوتهم. ربنا بعت لي هديه ما اقدرش يعني ارفضها. فرحان بلمتهم حواليا، اخواتي واولاد اخواتي وعيالي وكلهم. نفطر مع بعض ونتغدى مع بعض وقاعدين كلنا في بيت واحد. عندي 7 7 7 امهم. العزوه حلوه، انا منه واحد ان شاء الله هجيب 12 عيل دسته، ولو المره ما قدرتش هتجوز على واخلف تاني. كنا قاعدين حواليا ببقى مبسوط. انا عندي 7 اطفال، 7، لكن معايا 3 هنا صبيان بيشتغلوا معايا في الورشه هنا، والاربعه التانيين بنات. خلص سنه 6 مخلص من المدرسه ونجع علينا نشتغل مع بابا. ليا 3 بنات و 3 صبيان. في ناس عندها 15 وناس عندها 10، وبقول لهم طب يعني انتوا دخلكم قليل، يقولوا احنا عملنا الوسيله ولكن اراده ربنا كده. قلت له سيب الامر لله، لان ده كل عيل برزقه، كل واحد بيجي برزقه. فعلا انا يعني ما حسيتش، رغم ان انا علمت العيال دي تعليم خاص كلهم، ألسن خاصه، تجاره انجليزي خاص، البنتين برضو خاص، الا ان انا سعيد جدا ان انا علمتهم وربنا وفقهم والحمد لله يعني في منتهى السعاده. انا عندي اخين واخت وانا الاخيره. يعني 4؟ نفسك يبقى عندك اكتر من كده؟ ايوه نفسي يبقى انا عندنا 10. حكم ان احنا يعني في مجتمع ريفي يعني بالنسبه للاولاد ده ما حدش بيحدد النسل،
فبحكم ان احنا في مجتمع ريفي بتبقى موضوع الاطفال ده عزوه، بيبقوا شايفينه عزوه، فعشان كده تلاقي كل اسره يعني اقل اسره ممكن 5-6. طيب ست اللواء في تعليق اخير، الحقيقه لو عايز بقى اخاطب الناس بشكل غير تقليدي نقول ايه؟ الحقيقه في حاجه مهمه جدا كانت قصر مشترك اعظم في كل المجهود اللي انت عملتوه ولفيته الجمهوريه كلها، ان كل مش عايزين نسيب المشاهدين هم عندهم انطباع ان الناس كلها اللي كانت بتتكلم في التقارير دي كلها ناس فقراء، كلها ناس نايمه على الارض، كلها ناس مستواها الاقتصادي مفيش. هما ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان زيادة السكان وان الموارد ما خلتش الناس دي تتعلم، ودول طبعا وعيهم منخفض جدا، لا عندهم وعي ديني ولا عندهم وعي اجتماعي ولا عندهم اي حاجة خالص، كل مفاهيمهم مغلوطة وكل ده، وياخدنا الى المناطق الخطر دي. فده اللي احنا بنقول عليه، احنا عايزين الدولة والمجتمع كله سواء الحكومة المجتمع الاعمال المجتمع المدني يعرفوا ان دي فيها مشكلة، ونعمل كلنا جميعا عشان نغير الناس دي اللي احنا شفناها. دول الناس لو اتعلموا ولو كانوا عندهم وعي ما كانوش وصلوا للمرحلة دي. وانا سعيد بحاجة مهمة، ان بعض المساهدين او المتداخلين النهاردة يعني متقبلين ان الدولة تاخد خطوات في هذا الكلام. انا الحقيقة مندهش من ده، لانه دايما لما كنت تجيبي هذه السيرة يقول لك انتهى هتقمع الناس، حتى ما احنا ممكن نوصل في الإنجاب. زي ما قلت في اول الحلقه ان ممكن نجبر على اننا نوصل لهذا. هو في وقت من الاوقات هنجبر، بعد زي ما يعني قلت لحضرتك لابد ان نجبر على أنا ذلك. انا متفائل بمجلس الشعب، حضرتك جبت سيره مجلس النواب وانا متفائل بيها ان الكلام ده النواب برضو يتحملوا مسؤوليه ويحطوا المشكله دي في صداره اهتماماتهم، علشان هم برضو يبقوا قادرين على التواصل مع دوائرهم، قادرين على ان هم يمكن ينبع من المجلس ان هو ناخد الخطوات دي، يبقى الناس اللي عايزه هذا الكلام وتقتنع. لان المشكله عايزين بعد الساعتين ونص اللي احنا قعدناهم في هذه القضيه لابد نخرج في النهايه ان هذه المشكله اكبر مشاكل سلبيه في مجتمعنا، ولابد المجتمع يغير عاداته، ولابد الناس دي اللي احنا شفناها نصل اليها، الحكومه والمجتمع المدني يصلوا الى هؤلاء الناس ويعرفوهم ان ده يعني احنا بنخرج يا استاذ وائل في الدول اللي حوالينا، تبص تلاقي كل الاعمال البسيطه، مش عايز اسميها اسم احسن من كده اوحش من كده، يعني ان كل الاعمال البسيطه مصريين هم اللي بيقولوا الاعمال البسيطه في دول الجوار ما عندهاش. يعني ده شيء مزعج، وده شيء مهين، وده شيء لابد ان احنا نحاول نغير هذا الكلام علشان نبقى قدرة الدولة والامكانيات اللي جاية من مشروعات والمشروعات الكبرى والتنمية اللي بنحاول نعملها تنعكس على عدد محدود. طيب. ومن الناس تحس بهذا الكلام. احنا في الساعة ونص، احنا مش ساعتين بس، في الساعة ونص اللي قعدناها زدنا 400. احنا زي ما قلت حضرتك في ال 400 دي فارق ما بين مواليد ووفيات، وفرق مواليد عن وفيات يعني مواليد اكتر من كده. ادي المشكله، يعني احنا بنحاول كجهاز عنده اتصال بالبيانات وبالارقام ان احنا كل الظواهر السلبيه او حتى ظواهر مهمه نبينها للمجتمع، وده دورنا وده احنا بنحاول نقوم بيه، ومجاي لحضرتك وقاعدين الوقت ده كله علشان نعرف الناس. والاستخفاف اللي احنا شفناه من بعض المواطنين، ان الناس مستخفه ويقول لك واحد قال انا هتحدى وانا هعمل 11. هذه الظواهر اللي لازم تواجه، وهذا المجتمع يواجهها، والناس الواعيين اللي في المجتمعات دي والرائدات اللي قلت لحضرتك عليهم، المجتمع المدني وجمعياته، كل ده لابد ان نتحمل مسؤولياتنا. مجلس الشعب او مجلس النواب اللي جاي ان شاء الله يتحمل مسؤولياته في هذا الكلام بالطبع. عشان ما نقعدش نقول الحكومه لا، طبعا هي قضيه مجتمعيه بالوضع. الصراحه الحكومه اصدرت خطوات دون الاستناد لسلطه تشريعيه تمثل الشعب الناس يعني، وهي مجلس النواب، يعني هي قضيه مجلس نواب فعلا. كيف يمكن ان يكون داعم يبقى عندنا يعني تشريعات قويه تتعلق بهذه ليس الأرض. لنا خيار في هذا الموضوع، ليس لنا خيار، لابد ان احنا نطلع من الحلقه دي ان هذه المشكله اولى وفي مقدمه واولويه اي مشاكل بنواجهها النهارده اكتر من الارهاب. الارهاب ده بيخلص وبينحسر، لكن المولود اللي بيجي لك النهارده قاعد معاك 80 سنة قاعد معاك متحمل مسؤولياته، خدمات، تعليم، وصحه، ووظائف، ومساكن، وكل ده.
فلابد ان احنا ناخد الموضوع ده بجد اكتر من كده. بتوجه لك بالشكر اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، ونتمنى انه الناس يعني تفكر بعد هذا النقاش. احنا عندنا تليفونين لسه، في استاذه نجوى البرديسي طب استاذه نجوى اتفضلي. السلام عليكم استاذ وائل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. زي حضرتك والله انا معايشه هذه الـ القصه والموضوع، وبتجيلي سيدات وعملنا كتير ندوات، ودلوقتي حالا بتتبعت لي رسائل بخصوص الموضوع ده، وبيقول لك طيب الدوله اصدرت فرمان باني وحملت الناس الموضوع ده، لكن الدوله عملت لنا ايه؟ مرأة وحددت ايه؟ غير اني يا استاذ وائل المشكله في الوحدات الصحيه ما فيش اي وسيله منع حمل بتعطى للسيدات. يعني الوحدات الصحيه الناس تذهب اليها ما عندهمش وسائل منع الحمل. احنا اقنعنا بعض السيدات واحده محدده. بص حضرتك يعني يا ريت تحدد. لا لازم نحدد على، بس خلي بالك اذا لو في وحدات صحيه كثيره. بص حضرتك احنا عايزين نبقى نعمل حاجه ايجابيه، يعني يا ريت تحدد لنا اسماء الوحده الصحيه في في فين في فين في سوهاج. احنا في سوهاج مركز جرجا، في بعض القرى اساسا في بعض القرى ما فيش اساسا وحدات صحيه فيها دكاتره اساسا، يعني اغلب الوحدات الصحيه في القرى مركز جرجا غير مفعول، يقول لك الطبيب مش بيرضى يروح، ودي مساله طبعا انا مش هتكلم فيها دلوقتي، انا بتكلم عن نقطتين لو سمحت يا سياده اللواء اللي مع حضرتك يسمع لي ما يقوليش. احنا مش بنتهم دلوقتي، احنا بنوجد حلول، وبنقول ان الستات بنوصل شكوى السيدات، بنقول ان الستات بتقول لما بنروح الوحده الصحيه ما بنلاقيش الرعايه الكامله، ما بنلاقيش وسيله منع الحمل، وسيله منع الحمل غاليه، اللولب مش عارفه ب 100 جنيه وكام، والشريط البرشام الكويس الفعال ب 70 جنيه وكام، فاحنا لو لقينا الخلف ارخص، انا معايا منين اجيب كل اسبوع ولا كل شهر شريط ب 70 80 جنيه، الشريط الرخيص برضه بيقع، في الشريط الذهبي والشريط مش عارفه ايه غالي برضه، انا الخلفه بالنسبه لي ارخص. هما لو رعونا رعايه كامله من اول ما بنخلف العيل الاولاني واحنا رايحين نطعمه ويدونا الوسائل دي احنا ما عندناش مانع، انا بوصل فكره وبوصل رأي، لكن هتدخلني في التهامات لا وقولي لا وما تقوليش لا، كله هيقول لك كله تمام يا فندم. انا مش عايزه الاسلوب ده لو سمحت يا استاذ وائل، كله هيقول لك لا وقولي لي ولا اتهم ولا قولي مش عايز. لا احنا بنتهم بعض، هنحدث تهم، احنا بنحل مع بعض، ما نقول ما نحملش الناس كل المصيبه، لا طيب. انت حل حل حقيقي للناس، اوجد له وسيله منع الحمل كويسه مش الرخيصه، البرشام اللي يعبي ميه تحت الجلد وبيجيب الامراض للسيدات، اللولب اللي مش عارفه ايه، البلاستيك اللي بيتفصل من اول ما مش عارفه اقولها ازاي طبيا اول طيب ما يعني حتى الوسائل لا تمنع الحمل، حتى لو في الوحدات الصحيه تعبانه ورخيصه وبايظه بتجيب الامراض للسيدات، فهي بتستسهل الخلف الخلف والولادة عن انها تاخد وسيلة بايظة او وسيلة ما تعملش اي نتيجة غير انها تمرضها وتتعبها. انتوا راعوا السيدات صحيا في الوحدات رعاية حقيقية تتلقى طبعا، ده جزء مهم في المشكلة. بتوجه لك بالشكر. هاخد تليفون اخير من محمد. بس يا استاذ وائل من فضلك اتفضل. انا اللي كان لما قلت للمتصلة الكريمة انها تحدد ده كان عشان بكرة الصبح نخلي وزارة الصحة تعمل تشيك على هذه. اعتقدت انك بتنفي وجود إطلاقاً ذلك يعني. اطلاقا ده احنا عايزين نساعدها في ان هي ان احنا زي ما لو كانت قالت لي اسم وحده صحيه في مركز معين انا متاكد ان وزاره الصحه هتهتم وهتبعت حد ونشوف ايه الكلام ده مدى صحته ومدى واللي ناقص يكمل، وكنا نوفر الخدمه اللي هي عايزاها في المكان اللي هي بتدعي ان هو ما فيش فيه الخدمه طبعاً. دي لتحسين الخدمه. طبعا محمد من الاسماعيليه تليفون اخير. استاذ محمد اتفضل. ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك اتفضل. البقاء لله يا فندم. حياتك الباقي الله يخليك الف شكر. اولا انا زعلان من حضرتك في حاجه كان فضل. ايام انتخابات الرئاسه. اتفضل. حضرتك احنا كنا تبع حمله حمدين وحضرتك قلت طلعت بالتلفزيون وقلت ان احنا قعدنا وما رحناش اليوم الثاني بسبب ان احنا ما خدناش المستحقات بتاعتنا. ما خدتوش ايه؟
المستحقات بتاعتنا. يعني ايه مستحقات؟ المستحقات ان احنا رحنا الانتخابات وما خدناش مستحقاتنا من الاستاذ حمدين صباحي. لا لا لا، ده برنامج تاني، لا يمكن اكون انا قلت ده. يعني ايه ما خدتوش مستحقاتكم؟ ان احنا استحبنا من الانتخابات بسبب ان احنا ما خدناش مستحقاتنا الماليه. تمام. في انتخابات ايه؟ انتخابات الرئاسه. لا، هتلاقي حد عندي في المناقشه قال ده مثلا، اللي هو المندوبين. يعني فحضرتك انت من يعني انت بتثير يعني قضيه بقى، يعني هتلاقي في ضيف عندي قال ده، انما انا ما يعني ما مش ما قلتش ده خالص بشكل من عندي يعني. فحضرتك من احسن المذيعين اللي بنقعد نسمع منهم الحقائق. او الله يخليك، الله يخليك، الف شكر. الله يخليك. الحاجه الثانيه حضرتك اللي قاله الاستاذ سعد الدين الهلالي، ان عمليه ان الناس هي اللي تصرف والدوله بتطلع منحه، الدوله ما بتطلعش منحه يا فندم. الاستاذ سعد مش الوزير اللي بيطلع الفلوس من جيبه ويديها للمواليد الزياده. لا، ده فلوس الشعب، خلي بالك. يا فلوس الشعب. دي سيادتك فلوس الشعب، فاهمني؟ فما فيش حد يطلع يقول لا دي منحه او الدوله بتطلع اعانه. اعانه لمين؟ اللي بيطلع ده مصري، ولما بيكبر سيادتك بيروح الجيش بيأدي الخدمه العسكريه. معايا حضرتك؟ طبعا. هي ليس منحه من الدوله، لكن هي الدوله بتدير اموال الشعب بشكل جيد. بمعنى انه ممكن يكون الناس اللي بتنجب كثيرا ده يعني يلتهم حقوق الاجيال القادمه كلها، فده عايزه تفكير في انه كيف تدار اموال الشعب، كيف تديرها الدوله، انما مش هي بتديش منحه يعني. دي حاجه. الحاجه الثالثه حضرتك عدم وجود الوعي بجميع المحافظات. دي سيادتك مسؤوليه وزاره الصحه. معايا حضرتك؟ ان لو سيادتك نزلت اي وحده صحيه موجوده في اي محافظه، على سبيل المثال مدينه المستقبل اللي موجوده في اسماعيليه. معايا حضرتك؟ مدينه المستقبل لو سيادتك جيت بعد الساعه 8 مساء ما تلاقيش فيها الا تمرجي. المطلوب اللي يتعب في مدينه المستقبل بعد الساعه 8 حضرتك، وحتى لو راح قبل الساعة 8، هو تقريبا الموظفين والدكاترة ما بيكونوش موجودين أساسا في مدينة المستقبل أو في الوحدة الصحية اللي موجودة في مدينة المستقبل بعد الساعة 5 آخر النهار. إذا المريض اللي بيتعب أو الحالة اللي بتتعب في مدينة المستقبل بتتنقل لمستشفى العام بالإسماعيلية أو مستشفى الجامعة. لكن حاليا في المستشفى أو في الوحدة الصحية اللي موجودة في مدينة المستقبل ما فيش فيها دكتور واحد. طيب، يبقى عندك حق. جزء أساسي طبعا الموجود عند وزارة الصحة والإهمال المتعلق به. أستاذ سيد بتوجه لك بالشكر، سيد لواء بتوجه لك مجددا بالشكر، وعلينا بقى أن احنا نفكر في أنه كيف نضع كل ذلك أمام مجلس النواب القادم، أمام مؤسسات الدولة المعنية بهذه القضية. مفيش حل إلا اتخاذ خطوات تتعلق بتنظيم عملية الإنجاب، والمسألة تجاوزت قضية الإقناع إلى أنه نقنع بقى الناس بشكل آخر، أنه ده بياخد حق أبنائك وأحفادك وحق الأجيال القادمة والحالية، وأنه لابد أن نجد حلولا لوقف هذه المهزلة. وإحنا بدأنا الحلقة، حضرتك قلت يوم الحد اعلنتم 90 مليون والزيادة حصلت خلال اسبوع، يعني حوالي ما يقترب من 50,000. وبالتالي يعني نحن ندق ناقوس الخطر. بعد الفاصل هنناقش ايضا قضية الختان. وزارة العدل يعني شكلت لجنة وتعد مشروعا يتعلق بتجديد العقوبة المتعلقة بالختان اللي بتصل الى احداث عاهة مستديمة. طيب، أيضا عائلات في المجتمع لا تتقبل ذلك، هيكونوا معانا وهنناقشهم من خلال مناقشة موضوعية تتعلق بهذه القضية الحيوية أيضا.